دي اول موضوع هو introduction to community pharmacy. background: community pharmacists are the most accessible healthcare professional where no appointment is needed to counsel a pharmacist and a patient can receive a free advice anywhere without long waiting time at clinics or at other health facilities. شنو معناها؟ الصيدلاني اللي يداوم، خلينا نقول صيدلة المجتمع او الصيدلة اللي موجودة حياتنا العادية، يعني هنا ما بدنا نحكي بس على الصيادلة، يعني انه بالصيدلية بدنا نحكي الصيادلة بصورة عامة، سواء الصيدلاني مؤسسة صحية، مؤسسة صحية اللي هي تشمل المستشفيات او المراكز الصحية او اي مؤسسة تابعة لوزارة الصحة، خلينا نقول. وبنفس الوقت الصيادلة اللي يداومون بالبرايفت، البرايفت يعني المكان الخاص اللي هي الصيدليات الخاصة. فالصيدلاني هو اسهل شخص بالمجموعة الطبية اللي يقدر المريض يتواصل وياه. ليش؟ لأنه ما يحتاج مثل ما يروح للطبيب، مثل ما تعرفون إنه يروح للطبيب لازم يأخذ موعد وحجز، والطبيب من يفوت له مو كل الأطباء عندهم وقت كلش كافي كل المرضى، يعني ممكن الطبيب يحكي وياك 5 دقائق 3 دقائق 10 دقائق، بينما الصيدلاني من تروح له لا، إنه الوقت مفتوح، إنه ما عندك وقت حجز معين، إنه تقدر تحكي وياه، فيكون أسهل شخص ممكن تتواصل وياه بالمجموعة الطبية. لذلك ان مهنه الصيدله ايش تحتاج؟ تحتاج مو بس انه احنا ناخذ العلم وبس ناخذ الشهاده، وانما تحتاج شيء اللي هو اسمه كوميونيكيشن سكيلز، اللي هي مهارات التواصل الاجتماعي، انه شلون الصيدلاني يقدر انه يتواصل ويا المريض. يعني هسه مثلا تقول مثلا اطباء او صيادله انه هو الاول على دفعته، بس انه هو اجتماعيا مو كلش ناجح. الشغله يراد لها خبره تعامل ويا المرضى، شلون انا اتعامل ويا المريض، مو بس انه انا افتهم علميا، لا لازم عندي خبره انه اتعامل ويا البيشنت. Medications include over-the-counter medications اللي هي OTC as well as the prescription only medication اللي هي رنز مالتها BON. سامعين هاي مصطلحات قبل وهاي أول مرة؟ Over-the-counter medication يعني هي الأدوية اللي يسموها اللي هي متوفرة على الباي هاند، يعني اللي احنا نقدر نعطيها بدون وصفة طبية. والأدوية الثانية اللي هي BON اللي هي prescription اللي نعطي بس بالوصفة. Non-prescription or OTC products are a group of pharmaceuticals considered to be sufficiently safe for use without intervention of a physician. OTC drug الأدوية اللي ننطيها by hand اللي هي عبارة عن مستحضرات الفارماسيتيكالز، معناها مستحضرات صيدلانية نقدر ننطيها أو تعتبر آمنة ونقدر ننطيها بدون تدخل intervention by physician، يعني بدون ما يكتبها الطبيب، بدون وصفة طبية. ملاحظة نوت: in UK يعني بالولايات العفو بالبريطانيا بالمملكة المتحدة they refer to prescribed medicine as prescription only medication. إنه المصطلح اللي هو البي او ام اللي هي الأدوية اللي تنطي بس عن طريق الوصفة. While medicines provided by a pharmacy without a prescription but under the supervision of a pharmacist are under the name B. المصطلح ما يقولون OTC بس يقولون الرمز B اللي هي تنطي من قبل الصيدلاني، يعني by hand بس من قبل الصيدلاني فقط. In addition medicines sold without pharmacist supervision الأدوية اللي تنطي باي هاند بس مو باستشارة الصيدلاني، يعني مو تحت وصاية الصيدلاني، اللي هي مثل الباراسيتامول and the ibuprofen classified as general sale list اللي هي المختصر مالتها GSL so they can be sold anywhere such as the supermarket. يعني إذا شايفين بالأسواق، إذا أحد بيكم سافر دولة أجنبية أو حتى الدول العربية، تلقون البنادول، الباراسيتول، الأدوية اللي هي OTC اللي ما تحتاج إنه استشارة طبية ممكن موجودة حتى بالأسواق مو بس بالصيدليات. Because over-the-counter medication are used so frequently, it is important to know the difference between prescription and the over-the-counter medication. إحنا بالحياة العملية إحنا نصرف هواية أدوية over-the-counter by hand، إنه نعطي هواية أدوية، فحتى نعرف شنو الفرق بين الأدوية اللي تنطي عن طريق الوصفة والأدوية اللي تنطي OTC. هذا الجدول راح يبين لكم شنو الفروقات معناتها. أول شيء BOM يعني اللي هي prescription only medication، ما راح أضل أعيدها، مفروض هسا أنتوا عرفتوا المختصر. الأدوية اللي تنطي عن طريق الوصفة require a written order or prescription. prescription معناها وصفة، فإنه تحتاج إنه يعني طلب خطي، أو إنه هو إنه يعني خلينا نقول الوصفة الطبية مالت الطبيب from physician. physician معناها الأخصائي، dentist معناها طبيب أسنان، or nurse practitioner. طبعا هاي مو عندنا بالعراق، هذا الحكي من مصادر مالتكم مالت المنهج اللي هي مصادر يعني أمريكية وبريطانية، فهناك إنه ممكن حتى الممرض المخول إنه ممكن ينطي وصفة طبية. فالأدوية اللي تنطى عن طريق الوصفة تحتاج لازم أنه أنا عندي وصفة، يا أما من أخصائي أسنان، يا أما من أخصائي طبيب عام أو نيرس. بينما الـ OTC medication can be bought without a prescription، نقدر نشتريها أو تنأخذ من الصيدلية بدون وصفة طبية. الأدوية اللي هي الـ BOM are prescribed for the treatment of a minor or major medical problem، يعني إحنا ممكن نعالج بها أنه مرض بسيط أو مرض صعب. بينما الـ OTC medication are intended for relief of a minor ailment، تنطي بس للأمراض البسيطة، يعني ما يجيني مريض عنده سرطان
وانطيه اني دواء على البايهان. بس مريض يجيني عنده مثلا صداع، يجي عنده انفلونزا، ممكن انطيه مثلا ادويه او تي سي. البي او ام ار يوجوالي مور باورفول اند هاف مور سايد افكت ذان الاو تي سي ميديكيشن. حتكون هذه اقوى طبيعه الحاله اللي تنطي عن طريق الوصفه. انا ليش انطيها بس عن طريق الوصفه؟ اكيد اكو سبب انه هي تكون اقوى، سايد افكت مالتها اكثر من الادويه اللي انطيها باي هاند. الادويه اللي باي هاند او الاو تي سي ار كونسيدرد سيف اف ويرنينج اند دايركشن ار فولود، انه هي تعتبر امينه اذا التزمنا بالتعليمات الخاصه بها. طبعا حتى الادويه الاو تي سي مو كلها تنطي او تي سي على طول، تنطي بدوزات معينه، جرع معينه، لانه هم يعني هي يعني انتم ماكو دواء هسه، انتم ان شاء الله من تشتغلون تخرجون تشتغلون بالصيدليات، وهسه ان شاء الله حتاخذون بالفارما وبالسموم وبالكلينيكال فارماسي، انه كل الادويه ايش قد ما تكون سيف لازم اكو سايد افكت، اكو سايد افكت، اكو يعني انه ماينر اكو ميجر، فماكو دواء انه 100% سيف. فحتى الادويه الاو تي سي هم يعني بها سايد افكت، بس اذا استعملناها بالطريقه الصحيحه بالدوز اللي مضبوط ما راح يصير بها مشكله. For pharmacists to safely and effectively managing minor ailments require considerable knowledge. الصيدلاني حتى انه يقدر يصرف الادويه بطريقه امنه انه يحتاج لمعرفه about شنو about the disease and their clinical signs and symptoms and the skill mainly communication skill. يعني اني مثل ما قلت لكم الصيدلاني حتى يقدر يصرف الادويه صحيح على الباي هاند انه لازم يكون عنده معرفه انه علميه بالامراض واعراضها وادويتها، وايضا بنفس الوقت يكون عنده انه كوميونيكيشن سكيل، انه عنده مهارات التواصل. هسه انتوا اكيد بكل منطقه او بكل مكان انتوا رايحين بيه او عايشين انه اكو خلينا نقول على الاقل 10 صيدليات او خلينا نقول 5 صيدليات، هل كلها تشتغل بنفس المستوى؟ هل كلها انه الناس تقول انه هاي الصيدليه انه انا استفاديت منهم او هم علميين؟ لا، اكو صيدليات اللي بيها مثلا صيدلاني يعني خلينا نقول هو علميا زين ويعرف يتواصل ويا المرضى، اكو صيدليات لا. ونفس الشيء طبعا حتى الاطباء، يعني اكو طبيب تلقون اكو ناس تروح له انه هذا معروف انه هو علميا زين اخلاقه زين تعامل، اللي هو مو بس اخلاق يعني قصدي انه كتعامل زين يعني كوميونيكيشن سكيل مالته. اكو هو مثلا طبيب اطباء يقول لك انه اني اروح له انه هو يفتهم، بس انه اني اضوج اروح له ليش؟ يعني التعامل مالته مو كل زين، بينما انه طبيب ممكن يكون اقل من عنده او خلينا نقول حتى صيدلاني اقل، بس انه هو التعامل مالته زين فاني اقدر اروح له لانه هذا يعني من اتعامل وياه الكوميونيكيشن مالته يكون اسهل، التواصل اسهل. هم جربوا بيها انتم مثلا اشتري من مكان او حتى مو اللي اشتري، هسه انتم كطلاب بيناتكم اكو طلاب واستاذ، اكو استاذ اني ارتاح له اكو استاذ اني ما ارتاح له، ليش؟ يعتمد على الكوميونيكيشن سكيل، انه كلها احنا اذا يعني تقرون ان شاء الله المحاضره وبعدين فكروا بيها انه كل حياتنا تعتمد على الكوميونيكيشن سكيل. اني مو المهم انه اني اخذ اعلى شهاده او انه اني اسوي احسن شيء، لا، المهم شلون راح اوصله للمقابل. The switch of a prescription only medication to OTC status. شلون خلينا نقول حولوا او انه شلون ادويه انه هي كانت او تي سي تحولت بي او ام او بالعكس انه هي بي او ام وتحولت او تي سي. The availability of drugs over the counter vary from country to country. يعني هسه احنا بدنا نقول هاي الجمله شنو معناها؟ انه التوفر مالت الادويه على الباي هاند تختلف من دوله لدوله. طبعا احنا بالعراق يعني لا تقيسون على كل شيء، يعني هسه انتم رايحين للصيدليه مجرد تاخذون الغلاف مال الدواء حتى اذا هو مالت الكانسر ممكن ينطوكم اياه على الباي هاند، بس احنا مو قياس، يعني احنا شويه القوانين عندنا خلينا نقول مو صارمه، ما عندنا قوانين مضبوطه 100%، بس عالميا هو المفروض اكو بس مو بذيش الشده يعني، وحتى ماكو تطبيق بالضبط، هي هاي المشكله. بينما بالدول البرة لا، انه اكو قانون اني انه انا عندي هذا او تي سي التزم به، اذا صيدلي خالف انه هذا انطاه هو مو او تي سي وانطاه او تي سي لا راح يتحاسب. فهناك اكو قوانين يلتزمون بها، حتى الوصفه انت تروح انت الصيدليه تصرف الوصفه بعد ما تاخذها، بس قاعده الصيدليه انت صرفتها بفلان تاريخ بفلان يوم تبقى انه محفوظه بسجل خاص او خلينا نقول كاونترات خاصه عند الصيدليه، بعدين نرجع تصرفها كل شهر او كل اسبوع. احنا هنا شويه القوانين عندنا واقفه، بس عموما انه بصوره عامه خلينا نقول مثلا الاوميبرازول انه هو او تي سي بدول معينه بس بغير دول انه هو مو او تي سي فحسب قانون الدوله. بصوره عامه انه هي اكو ادويه تكون انه او تي سي بس انه تبقى خصوصيه بقوانين مال وزاره الصحه مال كل دوله. فالاو تي سي تختلف حسب الكونتري. جنرالي دراجز ويل بي اكوردد او تي سي ستاتس اف ذي فولفل فاريوس كرايتيريا، يعني انه الدواء نقدر نعتبره انه هو او تي سي اذا توفرت به الشروط التاليه اللي هي شنو؟ اول شيء ذا كونديشن فور ويش ذي ار يوزد كان بي ريالبلي سيلف دايجنوزد، يعني شنو؟ انه المريض لما راح للصيدليه ليطلب دواء او تي سي انه هو مسبقا هو قدر يعني هو بنفسه يشخص الحاله اللي عنده او المرض اللي عنده، مو انه هو دايخ ما يعرف بيه. يعني انا مثلا رحت للصيدليه انا اصلا عندي وجع ماسن او عندي صداع، فانا رايح مسبقا انا مشخص الحاله اللي عندي، فراح اروح للصيدليه اقول له انه انا ترى عندي صداع
انه صار عندي كذا يوم انه عندي عارف الهيستوري مالتي او تقريبا اني واصل للتشخيص، بس مو اني مثلا رايح للصيدليه اقول له ترى اني عندي مره صداع، مره سخونه، مره اسهال، مره عندي مغص، مره عندي الام بظهري، بفلان يوم صار عندي كذا، بفلان يوم صار عندي كذا، فالاعراض انه مختلفه، اني ما اقدر اوصل للتشخيص. هيك حاله هذا حيكون كومبليكيتد، انه الديزيز اللي اني ما اقدر اصلا اني نفسي اوصل للتشخيص وعندي اعراض كوما، هاي اني اروح للصيدليه انه ما راح يقدر ينطيني او تي سي. بس اذا هو المرض بسيط واني بنفسي قدرت اوصل لتشخيص تقريبا صحيح، انه هذا من ضمن الامراض اللي اقدر انطيها او تي سي تريتمنت. النقطه الثانيه where there is no evidence of irreversible or serious adverse reaction، انه ماكو عندي بالدواء هذا اللي راح انطيه انه هو او تي سي ما راح ينطيني انه السايد افكت ما تعطيني اياها انه كلش قويه. يعني خلينا نقول احنا عندنا السايد افكت ممكن فشي بسيطه انه عادي اتجاوزها. مثلا انا انطيت في الدواء كان السايد افكت ما انه ممكن يسوي لي هو مغص او شويه لعبان نفس بسيط، انه بس ياخذ المريض جرعه جرعتين تروح. بس اذا انطيت دواء مثلا كان السايد افكت ما انه يسوي لي خلينا نقول خفقان، مثلا عندكم من الادويه يسوي لي سايد افكت ما يسوي لي خفقان عفوا زي هذا الكيوتي برولانجيشن، بس ما يسوي خفقان. بس عندكم البيوتادين اللي هو السالبيوتامول، انه اكو ناس كلش انهم اللي عندهم مشاكل بالهارت او اللي هم ياخذون دوز اعلى بسرعه يصير عندهم خفقان. فاني هذا السايد افكت ما تي سيريس اللي هو يعني انه مهم او معقد، خلينا نقول انه هذا يعني ممكن ما انطي او تي سي انه بسهوله. بس مثلا اذا انطيت مثلا خلينا نقول الايبوبروفين، هو شلون السايد افكت مالته؟ ممكن اذا اخذ الشخص على معده فارغه ممكن يسوي لي انه جي اي تي ابسيت، ممكن يسبب لي مغص. فهاي شغله بسيطه انه اكو سايد افكت بسيطه اقدر اتجاوزه، اكو سايد افكت لا مو بسيط. فالادويه اللي هي سايد افكت مالتها انه بسيطه ممكن انطيها او تي سي. النقطه الثالثه where their use does not require medical supervision or monitoring by a doctor، انه لما اني انطيها انه هي ما تحتاج انه اشراف طبي او ما تحتاج انه الشخص الطبيب او انه تحتاج لها مراقبه. مثل ايش خلينا نقول مثلا اذا انطينا المريض وارفارين، سامعين بالوارفارين من الادويه اللي هي شنو انتيكوغولانت، انه هو ينطي التخثر، هذا من انطي اني ما اقدر انطي اني باي هاند، ما اقدر اني انطي بدون وصفه طبيه. هذا لما ينطوا للشخص، الشخص هو عنده مشاكل بالتخثر، لما ينطوا اول ما يبدون ينطوا لازم يسوون مونيتورنج، لازم يسوون تحاليل مال البي تي والبي تي تي اللي هي البروثرومبين تايم، فلازم باشراف طبي انه الطبيب ايش وقت يحدد لانه يا يوم ايش كم يوم يسوي هذا التحليل. فهيك ادويه السايد افكت مالتها او اللي هي تحتاج لها مونيتورنج اصلا لازم انه تنطي باشراف طبي. فهاي الادويه تنطي تحت انه البي او ام بريسكريبشن اونلي ميديكيشن، بينما الادويه اللي ما تحتاج مراقبه، يعني انا اذا انطيت مريض باراسيتامول شو احتاج اراقب له؟ ما يحتاج اسوي له اي وضع او اي مراقبه. بينما اكو ادويه لا لازم مثلا اراقب في انزيم معين، اسوي له تحليل معين، فلازم باشراف طبي. فاذا البلابكس ما يسوي انه يحتاج انه اسوي له تحاليل وهذه، بس هو البلابكس ما ينطي الا هو نفس هذه انتي بليتليت، فهم لازم باشراف طبي. طبعا ما انطي يعني باي هاند. الباي هاند ترى يعني قصدنا انه مثلا هسه انت بالصيدليه تطي بلابكس، بس مو اني انطي من كيفي اول مره. يعني اذا شخص اجى جاب لك الغلاف مالت الدواء هو دا يعيد الدواء اوكي انطيه اياه، بس مو اني اوصف له بلابكس. يعني الاو تي سي القصد مالتها انه انت هسه وقت توصله اي. فقصدي انه احنا هسه من ده ننطي بالصيدليه كانه خلينا نقول انه بس كسياض يعني انه بيع اوكي، بس انه اني اوصفه من كيفي لا طبعا مستحيل. الاسبرين حتى الاسبرين، الاسبرين ولا البلابكس اللي مو صيدلي او اللي ما عنده خبره، يعني هسه انا بصيدلي واقفه يجون يردون اسبرين ما انطيهم. يعني ماكو صيدله تدور تحت اي هاي واحد، هاي كشغله تجاريه احنا ما علينا، احنا بدنا نحكي على كضمير وكشهاده علميه. المفروض انه احنا ما ننطي، نلتزم بالامور خلينا نقول القاعده الصحيحه. يعني نجي على انه السيمفاستاتين، السيمفاستاتين هو شنو من الادويه اللي لا بالعكس، هو بالجرعات القليله هو انتي بليتليت، بالجرعات الاعلى هو انتي انفلاماتوري وانتي فايروتيك. لذلك كان الاسبجيك هذا الفوار اللي هو ما تشي سوى عشان الدوز مالته اكو 1000 واكو 500، بينما الانتي بليتليت هو ابو 100 واكو بال 75. فبالجرعه القليله هو انتي بليتليت، بالجرعه العاليه يكون انتي انفلاماتوري. فليش كان الاسبجيك منقطع هسه موجود ما اعرف، انا بصيدليتي حاليا ما عندي يعني هسه خلينا نرجع للمحاضره. السيمفاستاتين تعرفون ما شنو بالضبط؟ انه هو من الادويه اللي تنطي للليبيد بروبلم. سيمفاستاتين ريبريزنت اميرستون ان ذا دي ريجوليشن اوف الدراج تو او تي سي ستاتس، يعني انه السيمفاستاتين هو واحد من نقول انه احنا ما ننطي للامراض المعقده دواء باي هاند من كيفنا، بس السيمفاستاتين هو صح ينطي للليبيد بروفايل بروبلم، بس هو صار انه الطفره بالتغيير مالت الاو تي سي فكره، لانه هم يعني اعتبروه في سنه من السنوات انه هو صار من الادويه الاو تي سي.
and that it is the first drug license to prevent a serious chronic condition. هو أول drug يستعمل لمرض مزمن وممكن نعطيه إحنا by hand. طبعا هذا الشيء مو احنا نحدده، هاي الاشياء بدها تتحدد عالميا، على يعني انه احنا هسه مثلا بدنا نحكي على هاي القوانين، بدنا نحكي على القوانين اللي طلعها اليو كي او الامريكان، احنا نمشي على الجايد لاين اللي هي امريكان جايد لاين او اليو كي جايد لاين. يعني ممكن انت على تحليل عد ممكن هسه انا عن نفسي ما اسويها يعني، هو بس يعني لان انت هنا بالعراق عندك مشاكل ثانيه يعني، بس علميا هو ممكن ايه بجرعة معينه مثلا بالعشرة والعشرين ملي جرام انت ممكن تنطي انه او تي سي. بالضبط. When certain drug being OTC, لما أدوية معينة إحنا منطيها على by hand, not mean that it is OTC in all strength, in all dosage form, for all indication, for all age, in all countries, and in the same maximum dose or duration as when it is used as prescription. وراح نشوفها بالجدول التالي. يعني شنو معناها؟ لما أنا مثل ما قلت لكم أنطي دواء OTC، مو بكل الأحوال أنا راح أقدر أنطي، ولا بكل الأعمار، ولا بكل dosage form اللي موجودة، ولا بكل maximum dose. هسه راح تفهمون قصدي بهذا الجدول اللي هو الاكزامبل حناخذه امبرازول. نوت الاون سترينث يعني مو بكل القوه، يعني هسه انتم تعرفون انتم مثلا الادويه مثلا انه هو موجود دوز سترينث معناها القوه مالت او خلينا نقول الكونسنتريشن مالت الدراج. مثلا عندي الامبرازول عندي بي 10 و20 و40 ملي جرام، فمو بكل القوه انه هو او تي سي. الامبرازول ال10 وال20 ملي جرام يعتبر او تي سي، بس ال40 ملي جرام تعتبر هو بريسكريبشن اونلي ميديكيشن، ما انطي اني باي هاند. Not in all dosage form، مو بكل الأشكال الصيدلانية مالته. الأوميبرازول تابلت والكبسول ممكن أنطيها OTC، بس الإنجكشن أنا ما أنطيها، لازم هذا يكون BOM only. Not for all indication، مو بكل الأحوال أنا أنطيه، مو بكل الإنديكيشن مالته. الأوميبرازول هو OTC for the gastro esophageal reflux disease، يعني المريض اللي عنده مرض مالت الارتجاع واللعبان نفس مالت المعدة. While for the ulcer it is BOM، لما أنطيه القرحة أنا ما أنطيه بكيفي، لأن هذا لازم ينطي دوز معينة فترة معينة الطبيب يحددها. Not for all age، مو كل الأعمار. الامبرازول is OTC for adults over 18 years of age، لما عندي شخص أكبر من 18 أقدر أنطي، جوا ال 18 لا، لازم يكون BOM. Not in all countries، مو كل الدول يكون عندهم نفس القانون. Simvastatin 10 ملي جرام تابلت is OTC in UK but not in USA وكندا، يعني إنه هو ممكن بالمملكة المتحدة بريطانيا هو اللي ينطي OTC، بس بأمريكا وكندا لا، هنا القانون يختلف عن هذا القانون. The maximum dose and the duration of the drug may be lower than that allowed when it is BOM. الجرعة والفترة اللي أنطي بها الدواء كOTC تختلف أو تكون أقل لما أنطي أني بالوصفة. The maximum example عليها the maximum daily dose for the OTC Omeprazole is 20 mg for maximum 4 week. يعني لما أني أنطي Omeprazole by hand ممكن أنطي maximum هو 20 mg، ممكن أنطي مدة 4 أسابيع مدة شهر. بينما إنه أكبر من هاي الدوز larger doses for longer duration are allowed with prescription only medication، لكن ممكن اذا طبيب كتب بوصفه ممكن ما ينطي 20 ملغ، ممكن ينطي 40 ملغ، ممكن ينطي شهرين ثلاثة اشهر حسب الوصفه. فاحنا على الباي هاند نلتزم بالاقل جرعة اللي عندنا. Note the process of switching may occur in a reverse way، ممكن عمليه التحويل تكون بالعكس، انه الدواء احنا قلنا كانت عندنا دواء هي بي او ام بالوصفه وتحولت الى او تي سي، مثل قلنا السيمفاستاتين او الامبرازول صارت هي او تي سي، بس هنا ممكن يكون عندي بالعكس من الاو تي سي تو بي او ام، يعني انه دواء كانوا يصرفوه على الباي هاند بس اكتشفوا انه هو بسبب انه اثار جانبيه او انه صارت دراسات عليه انه هو طلع ما ينفع انه انا انطي على الباي هاند، فحولوه من باي هاند صار انه ينطي بس بوصفه. The UK had two recent reclassification return to BOM اللي هما الدومبريدون and the oral diclofenac due to cardiac risk. الدومبريدون اللي هو الاسم التجاري مالته اذا سامعين بيه الموتيليوم، الموتيليوم اللي هو اول ما طرح للاسواق كان في الدواء سحري يعالج كل شيء هواي يعني ديزيز من الجي اي تي، فصار انه الصرف مالته كل شيء هواي. بعدين بالدراسات اكتشفوا انه هو او انه خلينا نقول مو بس بالدراسات بالواقع اكتشفوا انه هو عنده كاردياك ريسك، فلذلك انه صار انه لازم بس عن طريق الوصفه. الدومبريدون اللي هو الاسم التجاري مالته موتيليوم، الير اوف ريفرس سويتشنج يعني السنه اللي حولوا بيها انه من الاو تي سي للبي او ام، ريكلاسيفايد فروم الاو تي سي تو بي او ام ان 2014، سنة 2014 باليو كي حولوه من الـ OTC صار انه هو BOM. شنو الـ reason، شنو السبب؟ Studies found that Domperidone was associated with a small increased risk of serious cardiac side effect، شافوا انه هو عنده اثار جانبية على القلب، يسوي لي QT prolongation. الـ QT طبعا انتم يعني من تاخذون التخطيط مالت القلب تعرفون هاي اللي احكي عليها، فيسوي لي prolongation الـ QT، طبعا هاي اكثر شيء حتى الضر الكبار بالعمر، طبعا هم منو اكثر شيء اللي يدورون ادويه
الكبار بالعمر انه حيستعملون هواي ادويه ويصير عندهم هواي دراج انتر اكشن لانه عنده امراض مزمنه. فاذا هو اصلا مريض بالقلب وانا جيت انطيت الدومبريدون حيسوي لي برولونجيشن للكيوتي فحيصير الحاله مالته اسوء، خصوصا اذا هو كان مثلا عنده عجز بالقلب، ويسوي لي ارثميه وسادن ديث. ممكن واحد ياخذ موتيليوم مثلا صار خلينا نقول 15 يوم هو عنده غير ادويه او حتى بدون ادويه وعلى غفله انه صار عنده سادن ديث بسبب انه هو اثر لي على الهارت. دايكلوفيناك تابلت، دايكلوفيناك اللي هو شنو؟ فولتارين. ريكلاسيفايد فروم الاو تي سي تو بي او ام ان 2015 ان يو كي، بسنه 2015 حولوه من الاو تي سي لليو كي. ليش؟ بسنه 2013 يوروب وايد ريفيو انه دراسات او خلينا نقول اعاده ابحاث اوروبا كونكلودد ذات انه استنتجت انه سيستميك دايكلوفيناك is associated with small increased risk of the arterial thromboembolic event. شافوا انه الدايكلوفيناك من ينطي ممكن يسبب لي انه زياده بالثرومبومبوليك ايفنت، يعني بالتخثر، من العوامل اللي تاثر لي على التخثر مالت الدم. similar to that of cyclooxygenase 2 inhibitors particularly if used at high doses and for long treatment time. يعني مثلا انا شخص انطيته انه الدايكلوفيناك 3 ايام ما راح ممكن يسوي لي شيء، بس اذا شخص مثلا هو عنده الام مزمنه خلينا نقول اخذ الدايكلوفيناك مده شهر شهرين، هذا حيصير انه لونج تيرم، فكل ما طبعا الفتره تطول كل ما انه السايد افكت راح تصير قد اكثر. cyclooxygenase 2 selective inhibitor والدايكلوفيناك اللي هو الماكسيمم دوز طبعا 150 ملغ ديلي and الايبوبروفين اللي هو 2.4 جرام ديلي are associated with an increased risk of a thromboembolic event. ممكن هذا يعني كلهم يسبب لي زياده انه بالاحداث اللي هي تاثر او خلينا تتوافق ويا التخثر مع الدم، يعني زي الاحتماليه تخثر الدم. لا احنا دا نقول من احنا هنا من كاتبين السيستميك افكت انه هو يشمل التابلت والانجكشن، يعني ايه هو صح مكتوب هنا تابلت، بس هنا هو يعني ممكن مكتوب هنا هو طبعا اذا تابلت حيكون اكثر، بس انت عندك السيستميك افكت معناها انه يشمل لي اثنيناتهم اذا انجكشن او بس انه يستثني من هذا التوبيكال، يعني مثلا اذا انا عندي فولتارين جل لا ما ياثر. يعني هسه هنا انا اطرح هذا السؤال واضح المحاضره اوكي. responding to symptoms in community pharmacy، اني شلون استجيب للاعراض اللي يجوني عليها المرضى في الكوميونتي فارماسي، يعني الصيدليه اللي هي خلينا نقول البرايفت او اللي هي الصيدليه بالمجتمع. responding to symptoms is a major activity for the community pharmacist، يعني اني اهم اكتيفيتي عندي هو للصيدلاني انه هو شلون يتفاعل او شلون يستجيب للشكوى او انه الاعراض مالت المريض. Many customers visit the community pharmacies each day with various symptoms for which they are seeking advice. يعني خلال اليوم أو خلال الشغل مالتنا إنه هواية يجون مرضى للصيدلية إنه يشكون من أعراض مختلفة، إنه يحتاجون seeking advice، يحتاجون نصيحة أو يحتاجون مشورة طبية. This require a greater focus from the pharmacist on illness management rather than on product selling. يعني شو معنى هاي الجملة؟ انه هذا الشيء انه احنا يوميا نتعامل ويا مرضى يجون للصيدليه يحتاجون مشوره طبيه ويحتاجون نصيحه، انه هذا الشيء يتطلب من الصيدلاني انه يكون عنده انه معرفه او علم بالالنس مانجمنت، شلون يتعامل او شلون انه يطيب الديزيز اكثر مما انه راذر ذان اون برودكت سيلينج، اكثر مما انه هو عنده مهاره بيع الادويه. مثل ما قبل شويه قال زميلكم انه اكو ناس او صيادله حتى اسبرين حتى بلابكس ممكن ينطون انه على الباي هاند، انه هم هدفهم يريدون يبيعون. احنا المفروض هدفنا مو احنا نريد نبيع بالصيدليه، صح اوكي انه هو مهنه وانه احنا مثلا هذا شغلنا، بس بنفس الوقت اني لازم اراعي انه اني دا اتعامل ويا بيشنت، اني ما دا ابيع سوبر ماركت، يعني اني المفروض دا اتعامل ويا روح مريض، دا اتعامل ويا ديزيز، فاني احاول انه اني افتهم الديزيز اعالج اكثر مما احاول ابيع، انه انا لازم عندي انه خبره علميه انه اقدر اتعامل ويا المرض صحيح، يلا انه بعدين افكر بالبيع. لا انت انطي، بس اذا هو الشخص مثلا شخص استوى دجيج وده يطلب استشاره، يعني هسه انا مثلا انا عندي صيدليه، انا مرات يجوني اشخاص انه انا يعني جايني انه عينه حمراء انه مورمه واريد اني اخذ لها قطره او دواء، انا ما افتي من يمي انه يراد لها فحص، يراد لها استشاره طبيه، انا ما اريد بس ابي، انا اريد افيد المريض، انا ما اريد اضره، يعني فرضا انطيت الدواء واثر علي، انا ما اعرف الدايجنوسيس اصلا هو شنو، يعني فبهيك حاله لا انه هاي مسوي له ريفيرال، انه انا احاول اقنعه انه يروح للطبيب. اكو ناس يطلب ظروف معينه انه ما يريد يروح للطبيب، انه يريد ياخذ اسهل من الصيدليه، يبقى انه دور الصيدلاني انا يعني شلون اقيم لو انه الشخص الواقف بالصيدليه مو صيدلاني او صيدلاني مو علمي، انه اوكي راح اعطيه قطره هاي مال التهابات ومشي، انه هو دا يريد يبيعه بس،
فاحنا المفروض ما نتعامل بهالطريقه، لا انا اتعامل علميا. بس ما انه هو جايب لي غلاف وهو دا يريد انه هو مثلا هذا الغلاف دا يريد لانه هو مثلا عنده وصفه كان عنده دا يستعملها، او انه مثلا مستعمل الدواء وشايف زين اوكي انطيه اياه. بس اذا استشارك عليه فانت المفروض يعني خلينا نقول ترضين ضميرك علميا واخلاقيا، انه انا هذا الدواء يسوي كذا وكذا، انه هذا الدواء اوكي زين او مو زين. او اذا هو مرات ناس يجون يسالون انا استعملت هذا الدواء وصار عندي كذا كذا، فانت المفروض مثلا حافظ شنو السايد افكت مالته فتنصحي. فهذا اللي هو يجي هنا دور الصيدلي الحقيقي، انه يفرق عن الشخص اللي داير يبيع بالصيدليه او الشخص اللي هو مو صيدلاني. يعني حتى هاي مرات مصر لان يجيب لي باكيت مال كيبرا يعني. هو المفروض ما ينطري، مو قلت لك يعني. بس احنا بالعراق احنا يعني ما تمشي عندنا قوانين يعني. يعني انت علميا المفروض هسه انت الكبرى المفروض على وصفه انطيها مره واحده والوصفه تبقى من الصيدليه وبعد ما عيده، الا اذا الطبيب حدد له. والمفروض الطبيب من يحدد يكتب انه هذا يكرر لمده شهرين يعني، يعني انه حسب الوصفه مالته. بس احنا المشكله قلت لك القوانين عندنا ما تتطبق. نرجع للمحاضره. فارماسيست ويل كونسيدر 1 of three recommendations during each encounter involving symptoms presentation. يعني الصيدلاني يحط بباله واحدة من ثلاث محاور أو ثلاث نقاط أنه لما يجي يصرف دواء على الباي هاند للمريض اللي دا يجي بالصيدلية. أول شيء provide assurance that drug therapy is unnecessary. نحاول نطمن المريض أو نأكد له أنه العلاج مو دائما هو ضروري. يعني أنا إذا جاني مريض واني قاعد خلينا نقول بالصيدليه، مو بس هدفي انه انا ابي انه ما يجيني مريض انه ما يطلع بدون علاج. يعني هاي القاعده هوايه يحطوها انه انا اذا دخل لي مريض ما يطلع وهو ما مشتري مني دواء، لازم يطلع مشتري. لا، هو مو هيك شيء. اذا انا اجاني مريض وحالته بسيطه ممكن اني اطمنه بس مجرد انه خلينا نقول بالاكل، انه بالشغلات انه مثلا يلعب رياضه، انه شغلات انه يغير اللايف ستايل مالته، مو بالضروره انه انا احمل دواء واقول له اطلع من الصيدليه انت لازم تشتري. لا، انا ممكن انه بس اطمنه، ممكن انصحه بس انه مو الا يشتري دواء. فانا اذا حاط الامور علميا قلت لكم قبال عيني المفروض اشتغل صح. فاول شيء انه احاول افتهم شنو الديزيز ده، ايش كمان عند المريض، اذا هو ممكن يتعالج بس خلينا نقول بنصائح عاديه مو الا يشتري دواء. ممكن انه هو مثلا شخص خلينا نقول انه هو مثلا عنده ألسر، انه هو داخل التريتمنت مال عنده وصفه مالته، بس انه اكل مثلا فد اكلات معينه، انه كان بستريس، انه هو ماخذ فد دراكس سواله هو زيد الالسر. انا مو الا ابيع له دواء ثاني اقول له لا اخذ هذا الدواء، لا انا ممكن اقول له انه اقطع فلان دواء اللي هو خلينا نقول واحد عنده ألسر وده ياخذ ايبوبروفين وهو عنده الوصفه مالته، فاقول له بس مجرد اقطع الايبوبروفين حتتحسن يعني، ها هي ما راح يشتري دواء وحيطلع. فاني مو بالضروره انه اخلي المريض انه ياخذ دواء، لا انا ممكن اطمنه، ممكن بس مجرد كلمه واحده هي حتعالجه يعني. او ممكن نقول له مثلا غير الاكل مالتك يعني، مثلا الاشخاص اللي هم عندهم جيرد اللي هو الريفلكس ايزوفيكس ديزيز، اللي هو ممكن بس يغير مثلا الاكل مالته، يقطع الكافيين، يقطع السموكينج، ممكن انه يتحسن. فمو بالضروره انه انا اخلي انه لا يشتري دواء. النقطه الثانيه suggesting treatment with non drug measure الاو تي سي او الباث. يعني انا ممكن هي مثل ما قلنا ممكن الشخص يتعالج non drug measure، ممكن مجرد نصائح مو انه، او حتى مثلا خلينا نقول اعشاب او يغير الاكل مالته، او ممكن انطي او تي سي، او ممكن اثنيناتهم. ممكن اقول له انه غير فلان شيء، اقطع فلان شيء، واخذ فلان دواء. Refer the patient to appropriate medical personnel. اذا الحاله ما تستوجب انه انا انطيها او تي سي، او انه ما ينفع اني انطي او تي سي، مو الا اني انطي دواء، لا اقول له انه حالتك ما ينفع اني انطي فيها دواء. اذا مريض اجى اشتكى من اعراض انه انا شكيت انه هو مو انه اكو، ان شاء الله هسه من يعني نكمل، اكو عندكم مثلا المرضى اللي هم مثلا عندهم يصير عندهم الام اي، بدايه الام اي ممكن تكون اكو اعراض مثلا يصير اكو عندهم هارت بيرن، يصير اكو حرقه بالمعده، ممكن وياها لعبان نفس. فاني خصوصا الكبار بالعمر مو كل مريض يجيني يعني عنده هارت بيرن اللي هو عنده مشكله بالمعده وحرقه ولعبان نفس انه لازم انطي دواء مالت الجي اي تي، احتمال هو عنده اعراض جلطه. فبعد نساله بعد انه عنده سايمتومز غير هلو، لا اذا كان مثلا عنده خلينا نقول صار عنده انه ثقل بالفك مالته قام ما يقدر يحكي، صار عنده الم بالايد اليسرى، كتفه همينه بدايه خدر، هيك اربط اني انه هاي احتمال اصلا اعراض انه هو عنده مال جلطه، واساله اذا عندك ضغط، اذا انه صار عندك كذا، احس انه هو دايخ وياها صداع، هيك حاله ما انطي اي دواء للجي اي تي، يعني هيك انا راح اموته. المفروض انه احوله للمستشفى او احوله للطبيب حتى يشوف اذا هو يسوي له تخطيط مال القلب، اذا هو عنده اعراض جلطه او لا. فاني المفروض شهيقة للأطفال طبيعية يعني جوا يمكن 4-5 سنين تطلع طبيعي، بس للكبار لا، إنه تحتاج إنه ميديكال سوبرفيجن، ما أقدر ما أعطي أنين. وتسأل إيش قد طولت، يعني إذا هي ساعتين ثلاثة وراحت أوكي، بس إذا نهار كامل شخص كبير وعنده شهيقة لا، لازم يروح الطبيب. As a general rule قاعدة عامة يعني the following indicating a higher risk
of a serious condition and should make a pharmacist considering referring the patient to the doctor. هاي الحالات انه هي لازم احولها للاخصائي، لازم احولها للطبيب مو حنعالجها او تي سي. اللي هي شنو؟ long duration of symptoms، يعني حتى ذا الاعراض بسيطه. يعني انا يجيني شخص يقول لي انا عندي سخونه صار لي شهرين، مو مثل ما يجيني شخص يقول لي انا عندي سخونه صار لي 3 ايام. السخونه طبعا او اللي هي يعني الفيفر اللي هي ارتفاع درجه الحراره، it is a symptom not a disease. المفروض تعرفون انه هي السخونه هي عرض وليست مرض. الفرق يعني انه هاني اكو عندي هوايه امراض يصير من اعراضها السخونه، بس انه السخونه وحدها بحد ذاتها هي مو مرض، وانما هي عرض لمرض. فاني من شخص قد يومين او ثلاثه عنده فيبر، ممكن يكون عنده تونسيلايتس، ممكن يكون عنده انه يعني كولد فلو، ممكن يعني اي احتمال انه يعني التهاب بسيط. بس اذا شخص ده يقول لي يعني صار لي شهر عندي سخونه، او عندي صار لي شهرين، او انا عندي تروح وترجع، لا بهيك حاله هذا مو عرض بسيط، احتمال انه عنده اندرلاينج ديزيز، يعني انه هذا مرض ثاني انا ما اعرفه شنو، كان يكون خلينا نقول نوع من انواع الكانسر وصار عنده التهاب، او انه عنده ابسس في مكان ما، او عنده جانجرين وهو ما يدري يعني جماعه الدايبتيك مثلا. فالمفروض اني بهيك حاله لما اشوف اللونج ديوريشن انه المده اكثر من الطبيعي، لا انا اقول له لا لازم تروح للطبيب، انا يعني ما اعالج هيك ديزيز او تي سي ريكيرنج. مو انت حسب شنو السيمبتومز، انا قلت لكم فرضا السخون، بس يعني انه اسبوع مو انت شنو اللي وياها، يعني انت سخونه وحدها لو مثلا وياها اعراض كولد فلو. هسه انت الكولد والفلو او خلينا نقول حتى اللي هي صارت الفيروسات المتحورات الجديده مال كورونا تطول، مو اسبوع، ممكن اسبوعين، ممكن 10 ايام، ممكن 21 يوم، حسب شنو الاعراض اللي مصاحبه لها. هو ما راح يجيش مريض عنده بس فيبر وحدها، اكيد اكو اعراض ثانيه. انت من خلال الهيستوري تقدرين تعرفين هو شنو عند المريض، فتشوفين انه ممكن اعالجه اني او تي سي لو احوله اسوي له ريفيرال للطبيب. Recurring or worsening problem. Recurring يعني شنو؟ يعني تروح وترجع. يعني أنا مريض، خلي يقول مثلاً أنا جاني مريض عندي قحة، انطيته علاج، ورا أسبوع جاني قال لي أنا طابت أدي، مو أسبوع، خلينا نقول ورا أسبوعين، قال لي أنا طابت أدي القحة، ثلاث أيام ورجعت لي من جديد، وأخذت علاج وثلاث أيام وصار زين ويومين رجعت لي من جديد. هيك حالة إنه الأعراض تروح وترجع، من ذي طيب تروح وترجع، هيك حالة ما ظل أنا أعالجها، أنا لازم أحولها للطبيب. شنو سبب هاي القحة؟ اكو مثلا عندكم مثلا مريض اللي عنده تيبي التدرن، انه هو هذا القحه ما تطول، اكو امراض ثانيه ممكن يكون عنده سايد افكت مال فد دراج، يعني فاني ما ضل اعالج بشربات مال قحه مختلفه، ها راح اعطيك شراب اقوى، ها راح اعطيك وياها انتي بايتك، لا هيك حاله لا ارجع للطبيب. او الورسنينج بروبلم انه صارت الموضوع اسوء، يعني اني مفروض انطيت علاج مال قحه، اني متاكد انه هذا حيشتغل او انه هذا راح ينطيني افكت، اجاني ورا اسبوع انه القحه ما صارت اسوء، فاقول له لا تروح للطبيب. النقطة الثالثة اللي هي severe symptoms اللي هو يجيني من قاع انه هو عنده اعراض خطيرة. انا من البداية اذا اعراضه كلش خطيرة او انه هي قوية خلينا نقول، انا ما عالجه راسا. يعني انا تجيني مثلا المفروض مثلا تجيني ام عندها طفل بيبي انه هو صاير عنده دياريا وصار عنده انه هو جفاف. انا بهيك حالة هو من اول ما اجاني هو اصلا عنده severe symptoms، فراسا اقولهم روح للطبيب. ما عالج انا طفل وهو عنده جفاف مستحضرات عاديه انه مجرد اخذ شراب مال اسهال، لا هذا يراد لانه ريهايدريشن راد انه يتعلق له فلويد، لازم يروح مستشفى. فاذا هي سيفير سيمتومز لازم اني راسا احوله للطبيب. النقطه الرابعه هي الفيلد ميديكيشن. الفيلد يعني شنو؟ انه هي فشلت او انه ما قدرت تتعالج. انطيت اني جاني مريض انه هو خلينا نقول هو مثل ما قلنا عنده فيبر وعنده اعراض الكولد فلو، انطيته كل التريتمنت اللي هي مال الكولد والفلو، بعدين انه هي ما فادت، ارجع لي المريض ورا 10 ايام قلت انا استعملتهم كلهم ونفس الاعراض بقت عندي، فانه هيك بحاله اني فشل العلاج اللي انطيتها، فلازم احوله للطبيب. One or more appropriate medicine used already without improvement. اذا انطيت يعني علاج او اثنين او حتى اكثر يعني انه ما فادت، فبهيك حاله لازم اسوي له ريفيرال. Suspected adverse drug reaction to prescription or the OTC medication. اذا انا عندي جاني مريض واني منطيته علاج او مثلا هو ده ياخذ وصفه وصار عندي مثلا انه الاعراض الجانبيه او خلينا نقول السايد افكت ما تصير الدراج، هيك حاله مو اني اوقف الدراج او اقول له راح ابدل لك اياه، لا روح للطبيب. خلينا نقول مثلا عندكم اشهر شيء مثلا الادويه اللي هي مال الانتي هايبرتنسيف كابتوبريل. كابتوبريل من السايد افكت مالته انه ممكن يسوي لي دراي كاف خصوصا عند الفينيوم. فاني لما مريض هو طبيب كتب له دواء مال الضغط، دواء مال الضغط مالته استعمله مثلا مريض هو ما كان ياخذ اي دواء، مجرد ياخذ الكابتوبريل انه استعمله ورا اسبوعين او ثلاثه اجر الصيدليه قال اني ما كان بيه شيء واخذت هذا الدواء وصار عندي انه بس قحه. فاجي اني ما اعالج انه السايد افكت مالت الدواء، اقول له اي انت استمر بالعلاج مالتك واخذ هذا شراب مال قحه استعمله وياه على طول. هذا الشيء غلط، اني ما اعالج سايد افكت دراك ثاني وما اقطع الدواء، هو المفروض الدواء ينقطع بس مو اني اقطعه، اقول له ارجع للطبيب انه يبدل لك الدواء، يعني احتمال هذا سايد افكت مال هذا الدواء فاني اغير الدواء مو من كيفي، لازم الطبيب يرجع هو اللي يبدله.
فإذا كانت السايد افكت بسبب دواء أنا انطيته أو دواء إنه هو ماخذ على الوصفة، أرجع على الطبيب حتى يغير له الدواء. شنو تعطي؟ ما ننطي على البايهانثين، هذا تحت وصفة طبعًا. يعني إحنا قلنا من يجيك المريض شايل غلاف ما الدواء، أوكي هاي أنت تبيع بالصيدلية أي، بس أنا أنطي دواء أي أنت هاي بارتينسف، يعني يجي المريض الصيدلية أعطي دواء ما الضغط من كيفي؟ هذا أبسط شيء. لا ما أنطي الضغط، الضغط من الأمراض مو اللي OTC. أنت عندك الأمراض اللي OTC هسه بالعملية راح أعطيكم لسته مع الأدوية اللي مع الديزيز اللي هي OTC. أنت الهايبرتنشن مو من ضمن الكونديشن اللي هي OTC. هو أنا أعرف إنه OTC. إحنا هنرجع نقول الناس اللي هم مو صيادلة ما يمشون على العلم. هي روح للطبيب. يعني أنت الضغط المرتفع أول شيء أنت التريتمنت مالت الضغط بها جايد لاين. لما يجيني أنا إيش قد عمر المريض؟ الهستري مالته شنو؟ الضغط مالته إيش قد ارتفع؟ إنه الضغط مالته بقياس واحد؟ لو إنه خلال إيش كم مرة إيش كم قراءة صار فيها الضغط مرتفع يعني؟ الضغط مالته ارتفع بدرجة إنه هي أكو عندك في شيء اسمه إمرجنسي، أكو شيء اسمه إيرجنسي. الإمرجنسي إنه أنت لازم تنطيه هسه، الإيرجنسي لازم تنطيه إنه تعطيه أورال وإنه لازم على وقت يعني. فأنا خما أعالج مريض ضغط بالصيدلية. مناطق الشعبيه اسمها مفقره طبعا على الدكتور. اي احنا هسه بقى احنا بدنا نحكي بالمحاضره على القواعد الجايد لاين، بدنا نحكي شغلات علميه. هاي شغله انه احنا شغلنا بالصيدليات وبالمناطق الشعبيه هذا مو على علم، هذا بدنا نمشي حال يعني. اي اللي هو ما له علاقه لا بالقانون ولا بالعلم. فخلينا من عندنا هسه، خلينا نكمل المحاضره. النقطه السادسه اللي هي دانجر سايمتومز، يعني الاعراض الخطره اللي هي مثلا بلاد انسبيوتم، يعني الشخص قام يقح والقحه ما تبيها دم. اكثر شيء منه يصير عنده هيك مرضى تيبي اللي هم اصلا من يبوحون عندهم دم. فاني ما يجيني مرضى تيبي بالصيدليه واني انطي علاج، يعني هذا لازم يسوي له تحاليل، لازم التريتمنت مالته حسب 6 اشهر 4 اشهر حسب يعني راي الطبيب مالته. اذا فوميتنج، اذا هو يتقيأ الشخص التقيؤ مال مره مرتين مال الاستبراد خلينا نقول ممكن يعني بسيط اني انطي علاج، بس اذا هو شخص مستمر دا يتقيأ لا لازم يروح الطبيب. يورين اور فيسس وود بي اكزامبل اوف سيتش سايمتومز از ويل انكسبليند الويت لوز. اذا شخص اجاني للصيدليه وقلني اني نزلت 5 كيلوات واني ما مسوي رجيم، اني مجرد انه قمت ما اشتهي اكل ومجرد انه نزلت وزن فلت فشيت الطنيه فاتح شهيه، فعادي اكو مثل ما دا يقول عادي يعني انت فاتح شهيه ويروح. ممكن غده، ممكن كانسر، ممكن اكو فدزي. فاني ما انطي فاتح شهيه الشخص دا يقول لي اني على غفله نزلت هلقد كيلو واني ما مسوي رجيم، هذا انه اكو سايمتوم مال غير ديزيز. فاني لازم انبه اقول له انه اوكي انت الحل مالتك مو فاتح شهيه، الحل انه تروح تراجع طبيب يسوي فحوصات تحاليل نشوف شنو المرض اللي خلاك تنزل. ما معقوله واحد دا ياكل طبيعي عايش حياته بنفس اللايف ستايل وعلى غفله ينزل وزن بدون سبب، اكيد اكو فد مرض هو اللي سبب له هالشكل. فلازم انه احنا نشرح له مو بس انه امشي له دواء وها هي. مو انت تبقى، هو قلت لك تبقى انت انت وضميرك انت ومهنتك يعني. ولذلك اذا اشوف هسه انه صيدليات طاقه وده تشتغل واللي هم مو صيادله ومو علميين، والصيادله اللي لا بيا منطقه هاي مو انا رصافه مو كافه ما اعرفها يعني. فانت اشهر الصيدليات واغناها يعني هم اللي ما يمشون على العلم. صيدليات طاقه بس لان يبيع رخيص مو بع انت هسه الحكي اللي تحكيه هذا يراد له مو محاضره، هذا يراد له وعده في 10 ساعات وما راح نوصل النتيجه. يعني هذا القانون ده يمشي عندنا ولا العلم ده يمشي عندنا، بس احنا بدنا نحكي على الامور العلميه اللي المفروض بدنا نحكي بها. فبما انه انتم بعضكم طلاب يعني حاولوا انه تطبقون هاي الشغلات حتى ما تصيروا مثل الصيادله اللي هسه موجودين او اللي هم اللي قاعدين بالصيدليات مو صيادله. بالضبط، وانتم على ما تتخرجون وتاخذون الامتياز تلاحقون ماكو اصلا مكان تفتحون بيه صيدليه. هسه مثلا انا اذا اطلب ثاني او الصيدليه راح يجيني امتياز كبير. مو هو لو بالصيدليه صيدلاني علمي يمشي اي، مو هي تبقى حسب، تبقى حسب الشخص يعني. هسه getting information from the patient، شلون ناخذ معلومات من المريض؟ هسه مثل ما حكيت لكم بالبدايه قلنا اكو ممكن يكون اكو صيدلاني ناجح، ممكن اكو ولا ممكن اكو طبيب ناجح او يكون لا. ليش؟ تتوقف على الكوميونيكيشن سكيل، المهارات اللي حتعامل بيها ويا البيشنت. فوحده من عندهم انه شلون اني اخذ معلومات من المريض. The following step highlight the key consideration you should think about when someone asks for your advice as a pharmacist about the particular symptoms or condition they have. النقاط التاليه اللي راح نشرحها هي حتسلط لكم الضوء على انه الاشياء اللي المفروض احنا نحطها ببالنا لما اتعامل انا ويا المريض او اخذ منه معلومات. اول شيء بيكينج اب النون فيربال كيوز. شنو النون فيربال؟ اكو عندنا فيربال كوميونيكيشن، اكو نون فيربال كوميونيكيشن. الفيربال اللي هو كل ما هو محسوس او مادي،
هسه شلون انا دا احكي وياكم الكلام ماتي هذا فيربال انه انا دا احكي هذا فعل. النون فيربال هي خلينا نقول ملامح وجهي هسه من انا دا احكي وياكم التعابير اللي دا تاخذوها انتم شلون دا تستوعبون الموضوع. نفس الشيء انتم لما تتعاملون ويا احد النون فيربال كوميونيكيشن هو مهم خلينا نقول نفس القدر او اكثر من الفيربال. ليش؟ لانه مثلا الشخص دا يحكي وياكم خلينا نقول مثلا بيناتكم مثلا وحده دا تحكي ويا صديقتها من التعابير مال وجهها دا تحكي لها على فد موضوع انه هي دا تكذب عليها فراح يبين انه اني من ملامح الوجه انه هذا الشخص مرتاح للحكي ولا ما مرتاح. طريقه الكلام هي اللي راح تبين اني قدامي انه اني شلون خلينا نقول النوايا اللي دا ينويها الشخص بذاته. يعني اني لما اتعامل ويا شخص من خلال طريقه كلامه وياي راح اعرف هو انه يعني خلينا نقول صادق وياي او لا او خلينا نقول انه هو يعني مرتاح له بالحكي وياي او لا. نفس الشيء لما يجيكم البيشنت انا لما يجيني البيشنت النون فيربال كوميونيكيشن راح من خلاله اقدر استنتج يعني. ونفس الشيء طبعا هو بالمقابل يعني انا من يجيني مريض اول ما يدخل للصيدليه انه الطريقه اللي دخل بها للصيدليه انه هو تعبان مبتسم ضايج مطنقر عصبي يريد يتعارك انه هو تعبان صحيا او تعبان خلينا نقول ماديا. انا من يعني النظره اللي شفتها النون فيربال كوميونيكيشن هذا حينطيني فكره اصلا لما يبدي المريض يحكي انه هو مثلا جاني مريض بدا يحكي هو واقف يمي كل شيء ما بيه مثلا خلينا نقول ودخل انه هو بكامل وعيه بكامل صحته بكامل اناقته ويقول لي انا تعبان وكذا وكذا. انا نص الكوميونيكيشن ماتي انه انا ما مصدق حكيه لانه المرض اللي مثلا دا يوصفه ما يتوالم ويا الشكل اللي هو جايبي. او خلينا نقول بالعكس انه هو تعبان ودا يحكي لي انا من خلال كلامه دا اربط على شكله انه هو التعب اللي دا يحس بيه. فالنون فيربال كوميونيكيشن كلش مهم. طبعا بالمقابل هو هم نفس الشيء يعني هو الشخص من دا يحكي وياك مريض دا يحكي ويا الصيدلاني لما ثاني واقف قدامي مثلا بيشنت ودا احكي وياه لما اني واقفه ودا احكي ودا اسمع له مو مثل لما هو دا يحكي واني من دار على غير صفحه او دا احكي ويا اثنين بنفس الوقت. فانه النون فيربال كوميونيكيشن كلش مهم لما اجي اخذ قرار او انه اخذ يعني انه الهيستوري من المريض. Assessment of the patient being the moment the patient entered the pharmacy and the first impression can be very helpful in giving you clue to their status of health. مثل ما قلت لكم اول ما يدخل المريض للصيدلية الانطباع الاول الفيرست امبريشن هو الانطباع الاول. اول ما حيدخل انا شنو الانطباع الاول اللي اخذته عنه هذا حيساعدني بالقرار. For example, does the patient look well or poorly؟ انه شكله من البداية انه هو خلينا نقول حالته المادية زينة لو فقير مثلا. For people who appear in discomfort or look visibly poor. إذا هو الشخص داخل مرتاح أو إنه هو مبين ما مرتاح. This might influencing your decision to treating or refer. هذا راح يأثر على قرار الصيدلي إنه راح ينطي علاج لو ما راح ينطي. يعني خلينا نقول مثلاً واحد منكم بالصيدلية وإنه هو دخل مثلاً من البداية إنه هو شاف شكل الشخص إنه هذا مبين تعبان خلينا نقول ما راح يشتري. فمن البداية أنا مرتاحيت له هذا راح يأثر حتى على قراري إنه أنا هذا شخص راح يشلع قلبي ما راح يشتري من عندي دواء فما راح أنطي. يعني هذا خلينا نقول هاي مثال على ال verbal communication. Number two, questioning. الأسئلة اللي راح أسألها. Arriving at a diagnosis is the complex process. إنه حتى نوصل للتشخيص هي عملية معقدة أو عملية صعبة. طبعاً الطبيب لما يجي شخص in medicine it is based on three kind of information. لما يجي الأخصائي أو الطبيب بالعيادة أو بالمستشفى يريد شخص إنه أخذ ثلاث خطوات اللي هي patient history يعني أخذ تفاصيل الهيستوري من المريض. Physical examination. Physical examination يعني شنو؟ يعني الفحص مع الطبيب. لما أنا مريض أدي بالعيادة أو المستشفى إنه هو يحطه على سرير ينام على سرير أو حتى إنه مو ويجيب السماعة أو إنه يسوي له مثلاً قيس للضغط يسوي له تخطيط إنه الفحص السريري خلينا نقول. وأنا the result of investigation هو النتائج مات التحاليل أو النتائج المختبرية هنا عبارة عن ثلاث خطوات. يا أما يعني أخذ أول شيء إنه الهيستوري من المريض إنه هو شنو دا يشكي من عنده شنو الأعراض اللي كانت عنده قبل شنو الأمراض اللي عنده شنو الأدوية دا يستعملها. الخطوة الثانية هي الفحص السريري شلون الطبيب راح يفحص. والخطوة الثالثة انه اذا دزينا على تحاليل او سونار او اشعة اشوف النتائج مالتها. طبعا احنا بالصيدلية شو راح نسوي؟ ولا فيزيكال اكزامينيشن ولا انفستيجيشن. احنا لا راح ندز على تحاليل وسونار ولا راح نسوي فحص سريري مثل الطبيب. احنا كل اللي عندنا البيشنت هيستوري. من البيشنت هيستوري لازم احاول ايش قد ما اقدر اسأل ايش قد ما اقدر اخذ معلومات من المريض حتى انه اوصل للتشخيص. Currently, physical examination and using diagnostic tests are rarely used in community pharmacy practice. يعني نادراً ما أقدر أستعملهن للفحص السريري ولا الدياجنوستيك تيست. ليش؟ لأن يعني الفحص السريري طبعاً هذا يخص المريض وإحنا ما دارسيها أصلاً بالكلية ومو اختصاصنا. إنه هذا الفحص هو من اختصاص الطبيب. الدياجنوستيك انفستيجيشن التحاليل أو الأشعة هم ينمو إحنا لنجزها.
يعني في حال حتى احنا مرات ممكن بالصيدليه نقول لهم مثلا روح اتاكد من فلان تحليل، بس كاوردر وشي مو احنا اللي راح نكتبه يعني. فاحنا بالحالتين هذني ما راح نقدر نسويهن، اللي نقدر عليه هو البيشنت هيستوري. Pharmacists rely almost exclusively on questioning patients when deciding whether to offer treatment or perhaps referring the patient for further evaluation. يعني احنا اللي راح نعتمد عليه حصريا او اكثر شيء هو على الاسئله اللي راح نسالها، وعلى اساسها راح نقرر انطي تريتمنت لو انه احوله للاخصائي. Studies have shown that an accurate patient history gained from asking question alone is a powerful diagnostic tool. الدراسات بينت انه الاعتماد على الهيستوري مال البيشنت من خلال الاسئله فقط هو powerful diagnostic tool، يعني هو ممكن يكون اداه تشخيصيه قويه. The ability to ask good question to gain appropriate information is therefore critical. لذلك انه عمليه طرح الاسئله هي عمليه حرجه. يعني انا لما يجيني مريض بالصيدليه واساله سؤال واحد واكتفي، مو مثل لما انا اسال مثلا خلينا نقول 5 أسئلة و10 اسئله. لذلك حتى الوقت كلش مهم، يعني انتم تعلموا وحطوا ببالكم انه لما يجي المريض هو ما راح يحكي لك كل شيء. يعني احتمال يجي احد، خصوصا مثلا اذا يجوزون طفل، او تجي ام مثلا بدها تحكي عن ابنها، او اب مثلا هو ما يدري بالحاله، الام هي شرحت له الموضوع، ويجي للصيدليه ويقول لكم انا ابني مسخن اريد له دواء. هي هاي الكلمه واحده ما تقدر تنطي علاج، فلازم انت تظلون تسالون. انتم شقد ما راح تسالون اكثر كل ما تقدرون توصلون للتشخيص. يابا اوكي مسخن بس اليوم لو صار لك كم يوم، مسخن وحدها لو اكو وياها مثلا بلاعيمة، مثلا هو قلت الشهيه مالته مع الاكل صار عنده دياريه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شلونكم بابا؟ موفقين موفقين ان شاء الله. نستمر بالدائريه نافعه. ما تقبلون؟ لا ما تقبلون؟ لا، نتيجتها غير نافعه، بس هي نافعه. شنو هسه احنا نحكي؟ صار عنده تسمم المعده وفوق يخلص منه، يعني خلاصنا من السم افضل من بقائه ووقايته وعلاجه. اظل انوحه، فالله عز وجل المعده وفوق اسهل شيء اقرب شيء بوم. ومن الاثني عشر فما دون يعني الامعاء فما دون دائري ويخلص منه، باقي يكون علاج وننفع الصلاه به. موفقين. شكرا بابا. هلا بابا موفقين. لما تسألوا انه هو بس مسخن عنده دياريا وياها، لو هو بس مسخن وعنده مثلا انه الكولد فلو اعراضها وياها، فالتريتمنت راح تختلف. فلما يجيكم مثلا قلت لكم مثلا يجي الاب للصيدليه تساله، هو ما راح يعرف يجاوب شيء. مرات انه يرجع ويسال او يخابر، فحسب الاسئله. انتم ايش قد ما راح تسالون اسئله كل ما تحصلون معلومات اكثر. ومن يجيكم الشخص هو المريض، مو مثل لما يجي ريليتيف اله يعني، او انه كاتب لكم اياها بورقه ودازيها. فكل ما تسالون اكثر كل ما راح توصلون للتشخيص اكثر. نجي على الأكرونيمز. أكرونيم have been developed to help pharmacists remember. الأكرونيم يعني المختصرات. نتجيكم مثلا مصطلح انه بس مثلا عندكم مختصر السي بي سي بالتحاليل، اللي هو عبارة عن complete blood count. حتى انه بدل ما واحد يرفض هسه شلون قلنا الاو تي سي هي over the counter. مختصرات انه حتى تتذكرون الموضوع وبأقل كلمات حتى انه تبقى بالبال. الأكرونيم have been developed to help pharmacists remembering which question should be asked. انه اكو مختصرات حطوها حتى انه تساعد الصيدلاني يتذكر شنو الاسئله اللي ممكن يسالها. فالوام is the best known and simplest acronym to remember and has been advocated by many as useful tool in gaining information from the patient. المختصر مالت الوام هو اشهر مختصر اللي المفروض الصيدلاني يحطه بباله حتى يعرف شنو الاسئله اللي راح يسالها للمريض، اللي هي شنو. الدبليو هي مختصر who is the patient and what are the symptoms. هو إذا بيشنت يعني منو المريض، بس مو من المريض أنا أريد اسمه، يعني ما أحتاج اسم المريض، لا قصدي شنو يعني المريض منو، ميل في ميل، عمره كبير عمره صغير طفل. فمنو هو المريض اللي جاي؟ يعني مو شرط إنه كل واحد جاي للصيدلية هو اللي راح يكون المريض، ممكن ده يحشي لي عن أحد. فمنو هو المريض؟ What are the symptoms؟ شنو الأعراض اللي عنده؟ ال age how long have the symptoms have been present؟ يعني أنا الأعراض عندي صار لها إنه قلنا مثلاً يوم 3 أيام 10 أيام صار لها سنة. يعني مرات يجيكم الصيدليه مثلا جماعه خصوصا الاستشارات الجلديه، تجي انا عندي طلعت لي هاي الحبايه ببوتشي واريد لها علاج، يا بس قصرت الحبايه، ها صار لها 6 أشهر. فيعني تفرق لما انه صار لها يوم، يعني بحيث اكو مرات يعني شغلات انه احنا ممكن نعالجها، لا اقول لها لا روحي الطبيب جلديه، هاي ما ينفع انه انا انطيك اياها هسه علاج. فانه السايمتومز الديوريشن قلنا كلش مهم.
الاي هو الاكشن تيكن، يعني شنو الاجراء اللي اخذناه ورا ما قال لي سيمتوم، سواء يعني انا سويته او اللي هو سواه. انه اني اكشن تيكن باي ذا بيشنت شود بي استابليشد انكلودينج ذا يوز اوف اني ميديكيشن تو تريتينج ذا سيمتومز. شنو سواء المريض لما طلعت له الاعراض. طبعا مو كل المرضى حيجوكم للصيدليه وهو هسه طلعت له الاعراض، يعني هو ممكن مرض يجيكم للصيدليه ها انا عندي قحه واريد لها علاج، فانت تجي تريد تشرب مال قحه تقول يا باش قد صار لك انه القحه ها صار لها اسبوع ما استعملت شيء، يبدي يقول لك لا انا استعملت كذا استعملت كذا. فشنو الاجراء اللي هو سواه المريض حتى شنو، حتى انت من تجي تريد تعطي دواء ما تعطي نفس الدواء اولا، حتى تعرف انه هو شنو اللي اخذه، انه فاد لو ما فاد، تقدر تنطيه انت لو تسوي له ريفيرال. فالاكشن اللي سواه المريض لما صارت عنده سيمتومز كلش مهم. الام هو الميديكيشن بينج تيكينج. There are four obvious reasons for this. احنا لازم نسال عن الادويه اللي المريض كان دا ياخذها او انه اخذها ليش. Medicine may be causing the symptoms. ممكن انه مريض كان ما عنده شيء، خصوصا خلينا نقول مثلا هسه قلت لكم على الشغلات الجلديه، تجيكم مريضه مثلا انه صايره فطقع بوجهها، فانت لازم تسالها انت اخذتي دواء، احتمال هي اصلا مثلا ماخذه فد خبطه معينه من فد كوزمتك او فد طبيب مثلا، او هي ماخذتها من كيفها هي سببت لها هاي خلينا نقول التصبغات. فانه الادويه ممكن هي السبب لي سيمتومز، او ميديسن مي بي انديكيتنج ا ديزيز ستاتس ذا بيشنت هاف. او ممكن اني مثلا اقول للمريض انت عندك دارد انطي مثلا اني شراب مال قحه، اقول له عندك ادويه مزمنه، عندك ادويه ثانيه تاخذها، مثلا خلينا نقول المريض اللي هو دايابتك راح انطيه شراب، ردت انطيه شراب مالت القحه انه بالعسل والاعشاب، فمثلا اذا هو عنده السكر مالته عالي المفروض ما انطي، فممكن انه اكو ادويه راح تاثر لي على المريض بس، او مثلا خلي يقول لي انه لا انا ما عندي شيء، مثلا المريض اقول له انت تاخذ ادويه مزمنه او شيء، يقول لي مثلا انا ما عندي شيء بس اخذ فلان دواء، هو الفلان دواء مثلا انه حينطيني انديكيشن انه هو عنده انه فلان ديزيز. The patient may already be taking a medicine that the pharmacist about is recommended and which is not providing relief. يعني اذا انا اسال عن الهيستوري مالت الادويه اللي ماخذها ممكن حيقول لي اسم دواء انا شنو راح انطيه اياه، واللي هو مثلا ممكن كان مستعمله وما فاده. Medication that are recommended may interact with existing treatments. أو ممكن أني من أسأل على الأدوية اللي هو دا يأخذها ممكن أني راح أنطي دواء راح يتعارض ويا الأدوية اللي عنده، فلازم أحط ببالي أني أسأل المريض قد ما أقدر حتى أتجنب الدراج انتراكشن، أتجنب إنه المديكيشن فايلينج إنه أني ما أنطي دواء هو مستعمله وما فايدة قبل، أو إنه إذا هو قلنا إنه الأعراض اللي عنده كانت بسبب دواء إنه ما أنطي أني علاج أقول له أرجع للطبيب يبدل لك الدواء مالته، فلازم دائما أسأل على الهيستوري مالت الأدوية. Some patients don't yet understand why the pharmacist need to ask a question before recommending treatment. أكو مرضى طبعاً أكو هواية مثلاً حتى يضوجون إنه تسألهم هواية، لأن هو مدى يفتهم أصلاً الصيدلاني ليش يسأل هاي الأسئلة كلها. يقول لك أنا جيتك ده أسأل رد فلان شغلة، أنت ليش تسألني هالقد أسئلة؟ بس هم مدى يفتهمون إنه هذا الشيء إنه هو من صالحهم أو إنه هذا راح يفيدنا بالدياغنوسز. نجي على the outcomes from the consultation، يعني إنه شنو النتيجة المحصلة أو إنه راح استفاده ورا consultation. The final step in prescribing for minor ailments is telling the patient what the course of action you feel is most appropriate. This would be referral to another healthcare professional giving advice or supplying product. يعني انت ورا ما تخلص الأسئلة ورا ما تخلص كل هاي الأشياء اللي حكيناها المفروض نقول للمريض شنو الإجراء اللي أنا راح أسوي، إنه راح أنطي أنا الدواء، لو راح أقول له إنه تحول لغير أخصائي أو إنه تروح مثلاً للمستشفى، المفروض إنه بالنتيجة إنه إحنا ننطي الجواب اللي هو يريده. نجي على treatment and advice، العلاج والنصيحة اللي ننطيها. For many therapeutic group there is a wide variety of products available often in various combination. The pharmacist should take into account the efficacy, potential side effect, interaction, caution and contraindication. تعرفون شنو معنى هذا؟ اني قلنا side effect والinteraction والcaution والcontraindication. احنا بالنسبة للأدوية اكو عندنا هواي شركات، هواي أدوية، هواي dosage form. فالمفروض الصيدلاني اللي قاعد بالصيدليه ده يصرف OTC يحط بباله اول شيء اهم شيء عندنا الافيكاسي، يعني فعاليه الدواء اللي راح انطيها اني، بوتنشال سايد افكت السايد افكت اللي ممكن تصير على المريض، الانتر اكشن التداخلات الدوائيه اللي هي ممكن تداخلات دوائيه دراج ويا دراج او دراج ويا فود، الكوشن المحاذير اللي ممكن ننطيها، والكونترا انديكيشن اللي هي مانع الاستعمال. هاي المفروض كلها الصيدلاني يحافظها ويعرفها من يصرف الدواء حتى يتجنب الاخطاء اللي يوقع بها، لانه طبعا يعني ايش قد ما تتخيلون شغل الصيدليه سهل بس ممكن اكو اخطاء يعني مميته، ممكن اكو اخطاء يعني فادحه، فالمفروض انه ايش قد ما يحاول الصيدلاني يتجنبها. ترى شخص بيسلون عطيه بريجاردين شو يسوي بيه؟ ليش؟ صيدلاني هذا صيدلاني انطاهيه؟ صيدلاني يقول لهم طبعت الهيك تلبيه شو؟ ايه؟ نعم
الرقبه باعتبار شرح يعالج سيمتومز يعني غلطان ما تعرف يعني عدد هيك خاف كان حاطيه بصف شيء يعني ما يعني شو حاطين الكبسوله تشبه امواسيل تشبه شيء إيه انا اظن الاخطاء اللي وارده يعني اذا كان لون اذا هم مطلعين الشرايط وحاطين بصف ولد قال ثواني بس طبعا يعني هم السايد افكت ما انت ممكن ايه يسوي نعاس هسه هو تعالج مو بس من الفلو يعني تعالج من كل شيء وين سيلكتنج ا برودكت لما نجي نختار فد مستحضر او فد دواء معين ذا بيشنتس نيد شود بي بورن ان مايند اول شيء احتياجات المريض لازم نحطها ببالنا فاكتورز سيتش از البراير يوز انه العوامل اللي نحطها ببالنا همينا انه الاستعمال السابق اذا كان المريض مستعملها formulation and dosage regimen should be considered انه شكل الدواء هم لازم نحطه ببالنا يعني خلينا نقول مثلا اذا انا عندي طفل يستعمل شراب لو يستعمل حبوب اذا شخص كبير بالعمر اللي مثلا اشخاص او حتى مو الكبار بالعمر كلش يعني اكو قسم صغار يعني يقول لك انا ما اقدر ابلع مثلا حبايه اريد ابلع شراب فشكل المستحضر اللي راح انطيهم راح ياثر على القرار for example anti acid are available in both tablet and liquid الادويه مالت الحموضه مالت المعده متوفره على شكل حبوب وعلى شكل سيرب اللي هو اسسبشن العفو اللي هو ليكويد فور ليكويد تين تو هاف كويكر اونسيت اوف الاكشن عاده الليكويد يكون الاونسيت مالته يكون اسرع حينطيني مفعول اسرع نان تابلت بات كان بي ان كونفيدنت فور ا بيشنت تو كاري اراوند وذ ذيم اور تيكينج تو ورك بس طبعا الشراب لما انا اجي انطي شراب هو صح حينطيني اسرع بس انه مو ملائم يعني الشخص مثلا يروح للدوام يحط بجيبه الشريط مالت الحبوب لو يحط الشيشه مالت الدواء فهاي العوامل هم تاثر هم على المريض وهم على قرار ان ينطي الدواء هنا أكو هذه فد مقولة لأبو بكر الرازي إذا استطعت أن تعالج بالغذاء فلا تعالج بالدواء وإذا استطعت أن تعالج بدواء واحد فلا تعالج بدوائين وإذا استطعت أن تعالج بدواء بسيط فلا تعالج بدواء مركب هذا اختصرنا بها هواي شغلات اللي هي أنت نحكي عليها يعني أنا إذا المريض إجاني ممكن أنصحه بس مجرد إنه نصيحة بس إنه أقول له غير الغذاء مالتك غير اللايف ستايل مالتك المفروض إنه ما أمشي على إنه أنطي راسن دواء وإذا أقدر أعالج بدواء واحد أفضل وأحسن طبعًا ليش أفضل وأحسن حتى أتخلص من السايد إفكت تخلص من الانتر اكشن تخلص من الكوست الهواية على المريض واذا اعطينا انه علاج بسيط انه احسن مما انطي انه دواء يكون كومبليكيتد النون دراج تريتمنت شود بي اولسو اوفرد وير ابروبريت فور اكزامبل ادفايس اون انكريزينج الدايتري فايبر اند فلويد از ان اسينشال بارت اوف ذا مانجمنت اوف الكونديشن سيتش از الكونستيبيشن اند الهيمورايد يعني انا مو كل الحالات اللي احتاج بيها انه يعني من انصح المريض لازم اقول له الا اخذ دواء مثل ما قلنا مثلا اذا شخص اجاكم هو عنده امساك وممكن انه هو سبب الامساك مالته مجرد انه هو مدى ياخذ فايبر مدى يشرب فلويد وانا اقدر اعالجه بدون ادويه فاقول له انه غير الغذاء مالتك انه زيد الفايبر بالاكل انه زيد الشغلات انه هو الفلويد السوائل او حتى مريض اللي هو الكونستيبيشن الامساك والهيمورايد البواسير اثنيناتهم ممكن انه يتعالجون بدون انه ما انطي تريتمنت فاذا قدرت اعالجهم بالغذاء اعالجهم مو شرط انه انا ابيع دواء النقطه الثانيه هي التايم سكيل يعني الوقت أو الفترة الزمنية. One of the key thing is telling the patient what action to take if symptoms don't improve. يعني أنا حنطي علاج. طبعًا هواي مرضى حنطي علاج. هيقول لك إيش قد أصير زين. لما تنطي دواء هيقول لك هذا يعني خصوصًا مثلًا اللي عندهم مثلًا حتى ألم أو التهاب راح أخذ منه حباية وأصير زين. فأنت المفروض تقول له يعني إيش قد إنه ممكن يفيدك الدواء. ثلاثة أيام، يومين، أسبوع. مو أنطيك دواء والسلام يعني لأن هو هذا العامل الوقت كلش مهم للمريض خصوصًا إذا هو كان متأذي أو عنده آلام يعني. فأقول له إنه مثلاً أسبوع إذا طبت أوكي إذا ما طبت لازم تروح للطبيب لازم أحدد الوقت اللي المفروض إنه يصير بي إفكاسي للدواء. Here a defined treatment time scale should be used. This is the length of time for which the problem might be treated before the patient see the doctor. يعني أحدد له الوقت اللي هو ممكن يطيب به أو المحدد إنه حتى يشتغل به الدواء قبل ما يتحول للطبيب. The time scale given to each condition can vary. طبعاً كل disease او كل حاله انه تختلف الوقت حيختلف باختلاف الكونديشن the patient should seek medical attention if the cough does not improve in 7 to 10 days يعني انا لما اعطي شراب مال قحه مثلا ممكن اقول له القحه مالتك حطيه خلال 7 ايام الى 10 ايام بس while adult patient with diarrhea seek medical attention if diarrhea does not improving in 2 days لكن اذا اجاني شخص وعنده diarrhea خلال يومين ما توقفت الدياريه اقول له لازم تروح للطبيب فالكونديشن هو اللي يحدد لي انه التايم اللي المفروض يصير بيه امبروفمنت لهنا أنا أكو أحد عنده سؤال؟ هاي أقل محاضرة تخيلي وهاي أسهل محاضرة لا ما بقى شيء يمكن هذا هو آخر سلايد أربعة لا ما بقى شيء هاي يعني أنا أقدر أقرأ لكم إياها بسرعة وتخلص بس أنا دا أطول لكم بالشرح حتى تفهمون أكثر
هسا children and the elderly. طبعا بالضبط يعني احنا اكثر جروبات اللي تاخذ الادويه هم children والelderly. طبعا هسا انت مثلا اشخاص بعمركم ايش كم واحد بيكون عنده دواء مزمن يعني اسم الله عليكم ولا واحد، بينما الكبار بالعمر كل ما الشخص ذا يكبر كل ما احتمال يصير عنده الامراض المزمنه اكثر. والاطفال هم نفس الشيء، ليش؟ لانهم خصوصا الطفل اول ما يجي للدنيا انه بعدها مو كل اجهزته كلها مكتمله، مناعته قليله، فاكثر اللي هم ينصابون بالامراض الاطفال والكبار بالعمر. واثنيناتهم الدوزات مالتهم تنحسب غير شكل، يعني انتم هسه اكثر الادويه من تقروها اذا اخذتوا بالفارما او لا، او حتى اذا تجدوا مثلا شوفوا بالصيدليات او مثل تستعملوا هسه ادويه ببيوتكم، نطلعون الليفلت مالتها تشوفون انه اكثر الدوز محسوبه على انه ادلت بيشنت الوزن مالته المفروض انه هذا الوزن اللي خلينا نقول الايديال بادي ويت اللي هو 70 كيلوغرام، بينما انتم بالالدرلي لا، ممكن شخص وزنه 50 كيلوغرام، بالنيونيت مثلا اللي هو وزنه هسه جاي للدنيا 3 كيلوغرام، فالدوز مالتهم تنحسب غير شكل، بالنتيجه انه عندنا الدراج انتر اكشن اكثر، عندنا سايد افكت راح تكون اكثر. فذني الجروبين هم يعني من نجي حتى نعطيهم ادويه بالصيدليه لازم نحط ببالنا هاي الاعتبارات. These two patient group having the highest usage of medicine per person compared with anyone else. هم اكثر فئه يستعملون الادويه. Care is needed in assessing the severity of their symptoms as both group can suffer from complication. لأنه ذني الجروبين ممكن تعاني من تعقيدات استعمال الأدوية. For example, the risk of dehydration is greater in children with the fever or the elderly with the diarrhea. يعني عمركم سمعتوا بأنه شخص كبير صار عنده أنه صار عنده جفاف وراها؟ حالات قليلة يعني، إلا إذا ذول اللي علينا بجماعة الصومال واليمن اللي عندهم حالات معينة يعني، بس كشخص كبير أنه نادرا ما يصير عنده أنه جفاف ويا الديهايدريشن، لأنه هو راح يحس انه هو عطشان، راح يحس انه هو عنده الدياريا، حيتلاحق نفسه. بينما الطفل صار عنده دياريا اذا امه ما تعرف او ما منتبهه او ماكو ميديكال سوبرفيجن ممكن يصير عنده ديهايدريشن، يعني هو بالدياريا راح يفقد السوائل مالته. ونفس الشيء الالدرلي بالعمر همينه. Children should be offered sugar free formulation to minimizing dental decay. يعني شنو dental decay؟ تسوس الاسنان. نحاول نعطي الاطفال سوائل انه هي ما بيها انه شوغر هوايه لانه بعدهم ما يفرشون اسنانهم، فحتى نتجنب تسوس الاسنان. والالدرلي بيبل اوفن هاف ديفيكولتي ان سولينج سوليد دوز فورميليشن. عاده الكبار بالعمر حيصير عنده صعوبه بالبلع، حتى اذا تشوفون اكثر ادويه الضغط السكر شايفين انه الحبوب مالتها تكون صغار، انه حتى انه يعني يسهلوا لهم، واللي ما يقدرون اصلا حيستعملهم الليكويد فورميليشن. تز اوسو لايكلي ذات ذا ماجوريتي اوف الالدرلي بيشنت ويل بي تيكينج ذير ميديكيشن فور كرونيك ديزيز اند ذا بوسيبيلتي اوف الاو تي سي بي او ام انتراكشن شود بي كونسيدرد. مثل ما قلت لكم ان هم ياخذون عدة أدوية مع الأمراض مزمنة، يعني تقول مثلاً شخص كبير بالعمر عنده ديابتك، عنده هايبرتينشن، عنده مشاكل بالليبد بروفايل، فياخذ 4-5 أنواع مع الأدوية. يجي مثلاً إذا صار عنده قحة راح ياخذ وياها مثلاً أنتيبايتك، راح ياخذ وياها مثلاً إنه شراب مع القحة، هياخذ أنتيبايرتك، هياخذ باراسيتامول، هيصير عنده إنه مثلاً خلينا نقول باليوم ده ياخذ 7 أدوية. فذن 7 أدوية لازم نشوف أكو بيهن دراج إنتر أكشن لو لا، أكو إنتر أكشن بسيط ممكن نتجاوزه، أكو إنتر أكشن كلش خطير لازم نمنعه أصلاً يعني، فلازم ننتبه لهم. نجي على الفئة الثالثة من البيشنت اللي هم البرنسي. البرنسي مثل ما تعرفون مو كل الأدوية راح تقدر تاخذها، خصوصا بالفيرست ترايمستر. البرنسي عادة يتقسم إلى 3 ترايمستر. ترايمستر يعني هو 3 أشهر، فأول 3 أشهر الفيرست ترايمستر، ثاني 3 أشهر سكند ترايمستر، والأخيرة هو الثيرد. الفيرست ترايمستر هو أخطر شيء، ليش؟ لأنه اللي يتكون به الفيتس، اللي يتكون به الجنين، فأي دواء غلط راح يأثر على تركيب الطفل، يا أما أنه حيأثر على أنه يعني البروليفريشن مالته انه على تكونه سبب تشوه، يا اما انه راح يسوي لي ابورشن. فاني بهيجي حاله نتجنب قدر الامكان انه نعطي البريجننت وومن انه نعطيها دراب. اذا اضطرينا لازم نستعمل الدواء اللي هو كل سيف. اذا شايفين بالبي ان اف او بالمصادر مالته هذه انه يقسمون الدراج اللي هي الكاتيجوري اي، كاتيجوري بي، كاتيجوري سي، كاتيجوري دي، والاكس. الاكس هذا اللي هو للتالي بعدين نعطي. الاي هو اللي سيف، البي اللي هو انه ماكو بحوث انه عليه انه هو انسيف، البحوث اللي اجروها على الانيمال انه هو سيف بس ماكو بحوث انه هو انسيف فممكن ننطي. السي اللي هو انه اكو بحوث على الانيمال انه هو انسيف بس هم يعني ممكن ننطي اذا مضطرين. الدي اللي هو كونترا انديكيتد، المفروض ما ننطي. بس حتى الدي ويا الامراض اللي موجوده اذا صار انه عندنا الريسك اجينست بنفيت، يعني اذا كانت الحامل راح تموت اذا ما انطيها الدواء بقى بس هذا الدواء حيعيشها فلازم ننطيها. طبعا يعني هاي مو احنا البرجنت ما ننطيها، احنا البرجنت ما ننطيها اي شيء اذا مو وصف الطبيب. وعندكم هاي القاعده اللي اسمها ريسك اجينست بنفيت، سامعين بها؟ انه هي الفائده مقابل الخطوره، انه اني ايش قد مو بس بالحمل، كل يعني كل الطب يعني مثلا انه اني عندي مريض عنده محتاج في الدواء معين، هذا الدواء خصوصا جماعه الكانسر اذا شايفين
بالمسلسلات خلينا نقول او حتى بالواقع يعني انه مثلا مريض ياخذ الدواء مال الكانسر بس ولا يتاذى من عنده يعني السايد افكت مالته هوايه فيقيسون الريسك اجينست البينيفيت ايش قد نسبه الخطوره مقابل الفائده اني يعني اذا كانت فائده الدواء خلينا نقول 60% والخطوره مالتي 40% يعني هذا الدواء راح ينقذ لي حياه المريض فاتحمل ال 40% سايد افكت اتحملها انه اخفف عن المريض بانالجيستيك اخفف عنه بانه تغيير انه حياته مثلا باكله بوضعيته مثلا بس انه انا عندي 60% فائده فاقيس عليها نفس الشيء بالبرغنسي انه انا الريسك اجينست البينيفيت اقيس انه يعني حفقد الام للطفل مثلا يعني يعني ما اضحي بحياه الام انه هي ما تاخذ دواء اذا هي بدها تموت وماكو غير هذا الدواء ده ينقذها مقابل انه انا ابقي الطفل لا بهيك حاله انه انا انطي الدواء بالضبط يعني واذا حسب حالات اللي هي بها المريضه يعني اكو دراسات تقول يعني عادي تنطي الامبرازول بس هو طبعا انت الامبرازول يعني المفروض حتى ما يستعمل اكثر من شهر احنا قلنا على الاو تي سي ما يستعمل اكثر من شهر على الوصفات اكو حالات يستعمل بها شهرين اكو 3 اشهر بس مو تبقى تستعملها طول الوقت يعني احنا ما ننطي لازم على الوصفه اي اي عادي ينطي ماكو مشكله هو كان الامل من عند الرانتيدين بس الرانتيدين قبل سنتين ثلاثه تقريبا انه توقف ومنعوه اصلا صار كونترا انديكيتد انسحب من الاسواق فقط بس الشركات اللي مالها اي هسه الانتر اكشن اوف الاو تي سي ميديسن وذ الاذر دراجز ميديسنز ذات ار افيلبل فور سيل اند ذا بابليك ار ريليتيفلي سيف عموما الادويه اللي نعطيها او تي سي قلنا تكون اقل اثار جانبيه من غيرها however there are some important drug interaction to be aware when recommending the OTC medicine these are listed in the following table بصورة عامة انه احنا اغلب الادوية الـ OTC هي تكون امينة بس اكو drug interaction لازم ننتبه لها مثل ايش الانتيهستامين السيديتنج الانتيهستامين تعرفون اللي هي الادوية المضادة للحساسية اكو بيها اللي تنوم مثل اللي هم الفيرست جنريشن اللي هم الكلورفينيرامين يعني الهستادين والالارمين اللي هو الدايفين هيدرامين والجنريشن الجديده اللي هو مثل لوراتيدين والديسلوراتيدين هاي اللي هي ما تنعس فالانتيهستامين السيديتنج اللي هي تنعس الفيرست جنريشن ممكن يكون عندها انتر اكشن ويا درج الاوبيويد انالجيسيك الانكزولايتيك الهايبنوتيك والانتي ديبرسنت وهي الادويه اللي هي تستعمل مضادات للاكتئاب مضادات للقلق الادويه المنومه ليش لانه راح يصير اثنيناتهم هذا ينعس منانا وهذا منوم منانا فراح يزيد لي انكريز السيديشن راح يزيد لي انه النعاس او النوم اللي راح ينام المريض ليش الكافيين ينوم لو ينبه كافيين ستيميلانت اوبيويد انالجيسك كودايين مو اي كودايين عندك مثلا اي بثيدين الكودايين وليس الكافيين كافيين واحد الانتي اسيد اللي هو مثلا كونتيننج الكالسيوم المغنيسيوم الالومنيوم هذه يصير عندها انتر اكشن ويا درجز اللي هم الانتي بايتيك التتراسايكلين والكينولون والاي سي انهبيتر ايش راح يسوي لي ديكريز الابزوربشن راح يصير انتر اكشن تسوي لي تتفاعل وياها تسوي لي فد ملح بياناتهم راح يقلل الابزوربشن مالت الدواء الثاني مو الانتي اسيد راح يقلل الابزوربشن مالت التتراسايكلين او الكينولون لذلك اذا كان مريض عنده ياخذ انتي بايتيك مثلا تتراسايكلين اذا ياخذ انتي اسيد اقول له خلي بياناتهم فد ساعتين او ثلاثه او انه ممكن مثلا يبدلها اذا هو محتاج الانتي اسيد ضروري ياخذها نخلي الفرق بياناتهم طبعا ما اقول له اقطعها وانما اتجنب الانتر اكشن اقول له اخذها مثلا انه وراها بساعتين او وراها بثلاث ساعات واذا اكو حل ثاني انه ممكن ما يستعملها لا انطي الحل الثاني جماعه التتراسايكلين هو التتراسايكلين عاد شنو جماعه باقي الانتي بايوتيك لا هسه اللي مذكرت لك عندك بس التتراسايكلين مو الاموكسيل والسيفالاسبورين الدوكسيسايكلين مثلا لا هي التتراسايكلينز يعني هذا الجروب كليته مو بس التتراسايكلين من اني حاطين الاسم معناها الجروب كليته يعني كل هالدوكسيسايكلين التتراسايكلين كل الجروب الفلوكانازول اللي هو الانتي فانجل الانتر اكشن مالته ويا الانتي كوغولانت ويا ريفامبيسين ويا الاتورفاستاتين شو يسوي لي يزيد لي انهانس الانتي كوغولانت افكت يزيد الانتي كوغولانت افكت ديكريزنج الفلوكانازول ليفل انكريزنج الاتورفاستاتين ليفل ذات ليدنج تو مسل بين مايوباثي يعني يزيد لي مستوى الاتورفاستاتين بالدم بالتالي راح يزيد لي السايد افكت مالت الاتورفاستاتين اللي هو المايوباثي يزيد لي الانتي كوغولانت افكت فهذا الشيء كلش مو زين يعني انه ممكن يسبب لي يعني انه نزف عند المريض السيستميك سايمبثومايمتك اللي هي مثل من امثلتها الابنفرين والدوب امين هذه تتفاعل لي او يصير عندها انتر اكشن ويا البيتا بلوكر راح يسوي لي انتاغونيزم او في الانتي هايبرسنسيف انفكشن انتاغونيزم معناها تعودكم بالفارما اخذتوا اغونست وانتاغونست اغونست يعني زيد المفقود الانتاغونست يعني عكسه فاني اذا انا مطيه انه بيتا بلوكر ارد اقلل الضغط انطيت سايمبثومايمتك اللي هو دوب يوتامين هذا يعكس شغل هذا فمعناها ما راح يشتغل الدواء فهيجي ما راح استفاد فلازم احط ببالي هاي الانتر اكشن انتي كواجولانت نفس انتي بلايتلت
هو كنهائية يعني خلينا نقول المحصلة النتيجة النهائية اثنيناتهم اوكي، بس الميكانيزم اوف الاكشن مالتهم راح يختلف. الانتي بليتليت هو حيمنع التخثر بس يشتغل على بليتليت ميكانيزم معينة، الانتي كوجلنت يشتغل على غير جروب بس انهم يعني حينطيني هذا بفوائد وهذا بفوائد، يعني وكل واحد بيستعمال، يعني هذا ممكن يستعمل الانديكيشن مالته بامراض معينة وهذا لا، وممكن يستعمل اثنيناتهم سوا بس يختلفون بالميكانيزم اوف اكشن. هسه نجي على كلمة الإيفيدنس بيست ميديسن and the over the counter drugs. The evidence based medicine شنو معناها؟ معناها استعمال الأدوية عن طريق الدلائل أو خلينا نقول الأدلة المثبتة علميا. The evidence based medicine emphasizes the use of the evidence from well diagnosed and conducted research in healthcare decision making. يعني أنا استعمل الأدوية على أساس إنه بحوث أو إنه أدلة معينة. شلون صارت هذه؟ الدواء أنتوا سامعين بال FDA. ال FDA اللي هي federal عند الفود العفو food and the drug administration اللي هي المؤسسة المنظمة العالمية للصحة والغذاء الدولية. ال FDA هي الجهة اللي عالميا معتمدة انه ما ينزل دواء للأسواق اذا ما يوافقون عليها ال FDA. شلون ينزل الدواء للأسواق؟ اكو مراحل يسموها اللي هي المراحل اللي يمر بها انه الدواء حتى يتسوق او حتى ينزل للأسواق، اللي هي خمس مراحل. انهم يبدون انه مثلا شخص اكتشف الدواء معين، سوون البحوث اول مره انه هو اكتشف الدواء، سوون البحوث اول مره انه على خلينا نقول التركيبه مالته والتحضيره وشلون انه اكتشفوه وشلون صنعوه. المرحله الاولى، المرحله الثانيه يدخلون بيها انه يسوون انه التجارب على انه الانيمال، اذا نجحت التجارب على الانيمال ينتقلون للمرحله اللي وراها انه هو يبدون يسوون التجارب على البشر. التجارب اللي على البشر انه يا اما متطوعين يا اما انه شوف اكو ناس مثلا ديزيز معين محتاجين انه يجربون عليهم. البشر شوف انه ايش قد حياخذون، مثلا حياخذون 1000 حياخذون يعني مليون، حسب ايش قد العدد اللي راح ياخذوا، حياخذون اطفال حياخذون كبار حسب يعني النتائج اللي حتطلع لهم. بعدين انه يدخلون مرحله انه هو فاد الدواء كافكت مالته، بعدين المرحله اللي وراها يشوفون السايد افكت مالته، بعدين وراها يحصل موافقات ينزل للاسواق. ورا ما ينزل للاسواق حتى يعني انه هو حصل موافقه مالت ال FDA، اول سنتين ثلاثه انه هم يطلون يسوون عليه بحوث، يشوفون لما انطرح للاسواق انه هو طلع اشتغل مثل ما هم كانوا متوقعين. لو طلعت لهم مثلا خلينا نقول سايد افكت ما كانوا متوقعيها، يعني مجموعه الفلوروكوينولون جماعه السبرافلكساسين هي جماعه الجروب كليته السبرافلكساسين الليفوفلكساسين، اول ما انطرحت خصوصا اللي هو اول درج السبرافلكساسين انه نزل للاسواق انه هو كان انتي بايتك كل جديد انه الانديكيشن مالته ان طول كل الاعمار. بعدين ورا فتره اكتشفوا انه هو السايد افكت على العظام على الكارتليج على البون، شافوا هذا الاطفال انه كلش مو زين، انسحب فتره من الاسواق. بعدين وراها انه عدلوا على الليفلت مالته انه صار انه الكونترا انديكيتد ما ينطي جوه ال 18 او جوه ال 12 سنه الا بحالات معينه بانديكيشن معينه انه مضطرين نستعمل هذا انتي بايوتيك ماكو غيره يلا نستعمله، مو بالعادي انه نستعمله لاي التهاب. فلذلك انه هاي الخطوات كلها طبعا تاخذ لها مراحل، يعني هاي مدعش الكيمياء مو بشهر وشهرين، هاي ياخذ كل دواء فد 10 20 سنه 30 سنه يلا ينزل للاسواق. ف هاي الدراسات والبحوث طبعا هم اغلب امريكا يعني كندا بريطانيا، يعني احنا الحمد لله ما عندنا دواء احنا نزلناه هيك للاسواق. فقصدي انه دراسات وبحوث هوايه يلا انه يسووها، ومع ذلك حتى الادويه اللي نازله بالاسواق ومستعمله هم هسه هاي بدي اقول لكم عنها الايفيدنس بيس ميديسن انه قاموا يسوون بحوث بعد اكثر واكثر حتى انه يتجنبون الاثار الجانبيه، يشوفون اذا اكو استعمال مثلا انتم عندكم مثلا في الدواء استعملوه هو اجى استعملوه انه هو خلينا نقول الجي اي تي، شافوا شخص استعمله انه فاد انه بغير دواء معين، فصار اكو عنده انديكيشن مثلا للجي اي تي، صار عنده انديكيشن بغير مكان. مثلا عندكم السايتوتيك اذا سامعين بي اللي هو بالاساس هو دواء من ادويه الجي اي تي اللي هو دواء من ادويه الالسر، شافوا انه السايد افكت انه ممكن يسوي ابورشن فقاموا يستعملوا الابورشن يعني حالات معينه بالضبط. فانه الايفيدنس بيس ميديسن كلش مهمه لانه هي هاي تحدد لي استعمالات مالت الادويه. Although evidence-based medicine is widely used for prescribed drugs، هي أكثر شيء طبعاً يسووها مو على الأدوية OTC، الاتجاه طبعاً على الأدوية المهمة اللي هي prescription-only medication. It is not currently utilized for OTC medicine in community pharmacies. يعني عادة هسه البحوث اللي يسووها ما يشتغلون على OTC وإنما يشتغلون على الأدوية اللي هي تنطي عن طريق الوصفة الطبية. With regard to PKC, pharmacists should be aware that many OTC medicine have little or no evidence-based. يعني الشخص أو الصيدلاني من يجي يصرف دواء لازم يحط بباله انه اكثر الادويه الاو تي سي هي ما اكو عليها بحوث كلش هوايه انه على استعمالها مثل الادويه اللي هي عن طريق الوصفه. Therefore product with proven efficacy should be constituting first line treatment. يعني
شخص لما يجي او صيدلاني لما يجي يوصف دواء يحط بباله انه مو كل الادويه الاو تي سي عليها دراسات، لذلك الادويه اللي يلقاها عليها دراسات هي المفروض يحطها بالمرحله، يعني اول اختيار انه يختارها. فهمتوا قصدي؟ يعني الادويه اللي مثبته عليها دراسات نحطها ببالنا هي اول شيء، مو مثل الادويه اللي ما عليها دراسات هوايه. Community pharmacists should stop selling over-the-counter medicine that have little evidence of efficacy if they want to ensure the best treatment for the patient. يعني أنا لما مثلا عندي دواء جديد، يعني هسه خلينا نقول مثلا analgesic، أنا لما عندي دواء قديم مثل البروفين أو البولتارين وعليه دراسات كلش هواية، أفضل إنه أصرفه أحسن لو أصرف الأدوية الجديدة اللي تجي خبطات مثلا إنه بيها إيبوبروفين وبيها ميلوكسيجام وبيها أدوية اللي تجي مثلا إيتودولاك مثلا. انه اصرف طبعا الادويه القديمه اللي عليها دراسات اكثر احسن مما اصرف ادويه جديده بعدها ما عليها دراسات هوايه. The OTC products sold in pharmacies can be split into three categories. عاده الادويه اللي نصرفها على الباي هاند ممكن تتقسم الى ثلاث اقسام، اللي هي شنو؟ اول شيء the product for which sufficient evidence is lacking، يعني ما موجوده، يعني انه الادويه اللي انا بدي اصرفها على الباي هاند بالصيدليه ممكن تكون انه ما عليها اصلا دراسات. مثل ايش؟ مثل اللي عندنا هسه دا سامعين بها اللاصقه السحريه او سوار ابن سينا، جتي فتره طلع ما اعرف انتم ايش قد كان عمركم، يعني قبل خلينا نقول 10 سنين كان اكفى شيء يعني مثل السوار حديد يلبس هنا، يعني انه ما اعرف منو اللي طلعها، يعني انه على غفله صار بالصيدليات والمذاخر موجود انه اسمه سوار ابن سينا، انه هذا تلبسه اي الم عندك بجسمك راح يختفي، انه هذا يعالج كل الام المفاصل، والناس اقتنعت بيه وصدقت وتلقاهم نفسيا انه مقتنعين بس السوار انه ها هي. فهذه ما عليها ايفيدنس بيس، ما عليها دراسات، يعني يعني مجرد منتج انه خلينا نقول طش بالاسواق بس انه ما عليه دراسات اكيده يعني. فهذا اول جروب من الادويه اللي هي او تي سي، ممكن هو الدواء ده يستعملوه بس انه ما عليه دراسات. ثاني جروب سكند كاتيجوري از او تي سي ميديسن وذ ذا بيسز ان ساينس بات ويتش ليكينج كلير ايفيدنس اوف افكتيفنس، يعني انه هذا علميا مثبت انه هو له دور بس انه ما عليه هواي دراسات. وان اكزامبل از ذا يوز اوف الكاف ميديسن دراج كومبينيشن ان كان بيولوجيكال سوتش از اكسبكتورنت وذ ا كاف سوبرسنت. طبعا اذا شايفين بالصيدليات احنا هسه عندنا هوايه تراكيب مال الادويه مال القحه، بالذات الشركات اللي تجي هنديه او صينيه بيها خبات مال كف ما حد سامع بيها، يعني احنا انتم سامعين او شايفين اقارين البي ان اف، بي ان اف تعرفوا اللي هو بريتش ناشونال فورمولاري، هو دليل او دستور الادويه البريطاني، بالمقابل اكو اليو اس بي اللي هو الامريكان، اكو دليل الادويه الامريكي واكو دليل الادويه البريطاني. هذني الدليل يا مات الادويه بيها المفروض ان هن اكثر مو اكثر الادويه، هن الادويه الرسميه المعتمده بالعالم، من خارجها الادويه تكون هذه مو رسميه. احنا نمشي على بيانات، فعندكم خبطات تجيكم من شركات مثلا صيني هندي انه هم عندهم اعشاب عندهم تراكيب مال ادويه ما موجوده ضمن البيانات او اليو اس بي، انه هاي الادويه هم مسويها فهي مو موجوده انه ضمن تراكيب او الدراسات اللي موجوده، ممكن تكون اللوجيكال، يعني اللوجيكال مو قانونيه او مو رسميه، مثل انه عندكم يقول لكم انه شراب بي اكسبكتورنت وذ كاف سوبرسنت. شنو اكسبكتورنت؟ مقشع. شنو كاف سوبرسنت؟ يعني دواء يوقف القحه، يعني اذا شكون واحد يعكس، يعني لما عندي قحه المريض لما يصير عنده قحه يا اما تكون قحه جافه اللي هي بس مجرد قحه صوت ومزعجه اني احاول انطيها كاف سوبرسنت فشي يوقفها على مود انه يهدأ المريض وتقل عنده الاريتيشن، او عندي انا قحه بها بلغم اللي هي القحه الرطبه انطي اكسبكتورنت انطي مقشع يوخر له البلغم حتى يرتاح المريض، فلما انطي شراب انه بي اكسبكتورنت وبي كاف سوبرسنت يعني هذا في الشيء ما مثبت علميا، يعني هم كل واحد بيهم وحده، الاكسبكتورنت مثبت علميا وحده، الكاف سوبرسنت مثبت علميا وحده، بس اثنيناتهم سوا ما عليها دراسات. فلذلك انه هذني شغلات يعني انه ممكن تكون ضمن هذا الجروب الكاتيجوري بي اللي هو مثبت علميا بس ما عليها دراسات. Systemic review of the cough medicine show lack of effectiveness. إنه يعني إذا تجي تراجعها إنه تلقى إنه هذه ما بيها فائدة. لما تطي أنت يعني هذا عارض شغل هذا، بالتالي إنه ما بيه فائدة. Although product in the second category may be often be requested by the public, certainly the lack of evidence of effectiveness must be communicated clearly to the patient. يعني إنه هي تكون ممكن مطلوبة من الناس العامة، إنهم مثلاً يقول لك أنا مستعملة أو أريد هاي الشركة، بس أنت اللي عليك إنه تشرح له علمياً وجهة نظرك أو تقول له إنه هذا الدواء بكذا وكذا إنه هو يشتغل هالشكل. مثال آخر هو استعمال السايبروهبتادين، إذا سامعين أو شايفين بالصيدليات هو يجون يريدون شراب مشهي. سايبروهبتادين هو بالأساس هو أنتي هستامين، وليس إنه هو يعني وليس إنه أبيتايت ستيمولانت، هو مو فاتح شهية، بس إنه من استعمله كأنتي هستامين شافوا إنه السايد إفكت مالته ممكن يفتح الشهية. لذلك صار وايد انه الاستعمال مالته انه هو بيستعمله بس كفاتح شهي وليس للحساسيه. تجون تلقون بالصيدليات يجون هواي ارض مشهي الكل ينطي سايبروهبتادين، بس البي ان اف او المارتن ديال شي يقول انه هذا الاستعمال صار انه كلش قليل فما بيفايده. ترى مهم
اي بس هو يعني هو قلنا كسايد افكت، انت سايد افكت ممكن تطلع قدش ممكن ما تطلع عندي، هو مو بصوره عامه انه هو كل يعني كل الناس راح يفيدهم. هو سايد افكت هو مو شغله انه هو انتي هيستامين، يعني بالاساس ده استعمله انه هو مضاد للحساسيه انه الالرجي مو شرط، يعني مو شرط انه كل العالم حيصير عندهم هالشكل. فالمارتن ديال شو يقول؟ مارتن ديال واحدة من الكتب المهمة بالصيدلة اللي هو سايبروهيبتادين has been widely used as an appetite stimulant but in the long term appear to have little value in producing the weight gain. يعني انه حتى لو هو ده يفتح الشهية بس اللونج تيرم اذا استعملته فترة طويلة ما راح اشوف انه فايدة به هواية بزيادة الوزن. And such use is no longer generally recommended. There has been concern that سايبروهيبتادين was being promoted and used inappropriately as appetite stimulant in some developing countries. يعني بالدول أغلبية اللي قاموا دا يستعملوا إنه على المدى البعيد شافوا إنه ماكو فائدة إنه بزيادة الوزن. تعرفون شو معنى developing countries؟ لا هي ال هو عندنا مصطلحين، أكو developed بالإي جي تنتهي countries هاي معناها الدول المتطورة والدول الأوروبية، والdeveloping countries اللي بيها الإي إن جي هاي معناها الدول النامية اللي بعدها ما متطورة، يعني اللي هم يقصدون بيها تقريبا الشرق الأوسط والوطن العربي يعني. بعدها تتطور، إحنا واقفين الحمد لله. And the third group are the OTC medicine for which there is clear evidence of effectiveness. احنا قلنا اول جروب اللي هم مثل قلنا سوار ابن سينا اللي هي ما بيها ايفيدنس وتستعمل بس ما بيها فايده. ثاني جروب اللي هو قلنا علميا بيه فايده بس ما عليه دراسات هوايه. ثالث جروب اللي هو تستعمل وهي بيها انه دراسات. بالضبط هو بلاسيبو افكت طبعا. And which can be solid with confidence. يعني اقدر ابيعها بكل ثقه انه انا متاكده انه هي تشتغل وعليها دراسات. Many of these have been used for many years and have data to supporting their use, such as the antifungal cream, the painkiller, the triptan, and the chloramphenicol eye drop. هذني أمثلة على أدوية هي عليها دراسات وبها فائدة وإنه صار لها سنين تستعمل. Chloramphenicol موجود في طبعاً إيه. بس إحنا هلا دنا على الأي دروب مو كأنتيبايتك، كأنتيبايتك أورال كبسول. إيه بس إحنا دنا نحكي هسه هنا بصورة عامة يعني. هسه the current situation بالعراق. الوضع بالعراق شنو؟ In many countries including Iraq which contain more than 11,000 community pharmacy تقريبا أكثر من 11,000 صيدلية. It was found that many cases in Iraq pharmacist was not asking enough or appropriate question and therefore had insufficient information to advising optimally the patient about their symptoms. الوضع بالعراق انه احنا عندنا أكثر من 11,000 صيدلية تقريبا بس من سبب استطلاعات أو استبيان شافوا انه مو كل الصيادلة انه يسألون أسئلة كافية حتى يوصلون للتشخيص المضبوط. It was also found that the pharmacists don't employ a safe and structured approach when responding to patient symptoms. انه الصيادلة مدى يطبقون انه يعني شيء خلينا نقول مخطط او انه فشيء امين بالتجاوب مالتهم مع المريض. And they failed to differentiating between symptoms that might suggesting a more serious pathology or one which can be easily managed with the OTC products. شافوا انه اكثر الصيادلة او خلينا نقول اكثر الصيدليات مدى يميزون بين symptoms اللي هي تكون معقدة وتحتاج إنه تشخيص من قبل المريض نسوي لها من قبل الأخصائي نسوي لها referral، وبين الشغلات اللي هي تتعالج OTC بالصيدلية، لأن يعني الوضع عندنا إحنا مثل ما دا يقول زميلكم إنه إحنا لدينا نمشي على القوانين، وحتى اللي صيدليات خلينا نقول يمكن مو 50% يمكن أكثر من 50% من الصيدليات اللي بالعراق حتى اللي قاعدين بيها مو صيادلة، فالcommunication مالتنا إنه حيكون كلش ضعيف، بالتالي إنه الاستجابة للمريض راح تكون كلش ضعيفة. طفل عمره سنتين بس بالتلفزيون بالرقم 100 جرام. والسبرادار اللي يعطي عادي طفل عمره 5 سنين عنده فلو. سنتين دكتور والله جاني قال سنتين اعطاني هاي الاوبرا اللي الربع قويه. اي مو هي هاي المشكله، اول شيء انت مو كل الصيدليات قاعدين بها الصيادله، ثاني شيء حتى الصيادله اللي قاعدين مو كل جاي يطبقون الاشياء العلميه، بالتالي احنا بنرجع لي ورقه قدم. هسه انت المفروض ما تلزم مرحله اخذ رقمك ادز